مساء الخير على كل مشاهداتنا الكرام، اهلا بيكي وحلقه جديده من هي. قدر الامكان بنحاول نجيب كل الاخبار اللي بتهمك وبتهم اسرتك بشكل مباشر، وفقراتنا كمان المتنوعه اللي بنحاول على قد ما نقدر انها تكون استجابه لكل موضوعاتكم اللي بتطرحوها علينا، سواء في الحلقه من خلال تليفوناتكم او على صفحتنا هي على الفيسبوك. خلوني علشان ما اطولش على حضراتكم نروح نشوف اهم اخبارنا النهارده في هي بتقول ايه. إخلاء كافة المناطق العشوائية المهددة للحياة خلال عام. تظاهر أولياء أمور مدرسة أم النور للمعاقين بالأقصر. والتاكسي الأبيض بيواجه أوبر وكريم بإطلاق تطبيق العربي كار على الهواتف. وهنبدا من محافظة القاهرة تحديدا وبشكل سريع، لان الخبر الاول معانا كان بيقول اخلاء كافة المناطق العشوائية المهددة للحياة خلال عام. المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة كان صرح وقال ان هناك جهود مستمرة لاخلاء العشوائيات المهددة للحياة، واشار الى ان هناك تقارير بيتم اعدادها بصفة مستمرة عن التغيرات الجيولوجية في هضبة المقطم تحديدا. كمان كان ليه تصريح مهم قوي، قال فيه ان في 2008 كان مطلوب انشاء 44,000 وحده سكنيه، تم بناء 35,000 وحده منها حتى الان، ومن المقرر بناء 9,000 وحده خلال عام، وبالتالي هيتم اخلاء كافه المناطق الخطره خلال عام. احنا يعني بيسعدنا ان بينضم الينا على الهاتف دلوقتي الدكتوره جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهره. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. منورانا طبعا، واحنا عارفين ان احنا مخرجينك من اجتماع وسريعا جدا. بصي حضرتك، هو المناطق العشوائيه في القاهره كلها هي 112 منطقه. 112 منطقه. بصي، في مناطق بنزلها لانها غير امنه خالص وفيها الخطوره الداهمه، زي ما حضرتك قلتي ايه المقطم. في منطقه هناك اسمها منطقه منشيه ناصر، ودولت الخطوره الجيولوجيه، ودول تم نقل حوالي 850 أسرة للأسمرات، لحي الأسمرات. وجاري طبعا ان احنا بننقل على مراحل الأسر الموجودة، وبنشيل وبنزيل على طول، وفي أماكن بنبعد الساكنين فيها وبنعيد تطويرها تاني. زي مثلا تل العقارب، احنا يعني ناخدهم يسكنوا في اماكن تانية لحد ما بنعيد تأهيل ورفع كفاءة المنطقة وبيرجعوا لها تاني. طيب، انا في نقطة مهمة قوي، ايه المناطق اللي بالظبط خلال عام واحد؟ احنا بنتكلم على 112 منطقة عشوائية، لكن خلال عام هيتم يعني تغيير كل وجز لهذه المناطق، سواء بنقل سكانها واعادتهم ليها مرة تانية، او نقلهم في اماكن يعني مواتية ويقدروا يعيشوا فيها حياة اجتماعية مستقرة كعهدهم في السابق. ما هو بصي حضرتك، ديت بتبقى على مراحل، يعني احنا مثلا في حي لا الأصفر. الهدف من 112 منطقة، الهدف منها قد ايه؟ كم منطقة؟ احنا لحد دلوقتي مثلا هنقول حضرتك مثلا في المقطم تقريبا خلصنا في 22 منطقة بنطور فيها بالاشتراك مثلا مع اتحاد البنوك. يعني عندك مثلا تل العقارب، تل العقارب بنعيد تطويرها وإعادة تنظيمها تاني وبنائها، مثلا معانا الإشغالات العسكرية ومعانا وزارة الإسكان. تمام. على حسب المنطقة. طيب، في سؤال تاني أنا بحسبة بسيطة كده هقوله لك وقولي لي يعني تفاصيله إيه. المحافظ قال إن هيتم بناء 9,000 وحدة سكنية خلال عام واحد، تمام؟ طيب، بالمقايسة بقى على السابق، احنا يعني تم بناء 35,000 وحدة سكنية من 2008 ل 2016، احنا بنتكلم في 8 سنين، بمعدل 4,375 وحدة سكنية في السنة، يعني تقريبا ضعف الرقم، بنتكلم في ضعف الرقم خلال عام، هتقدروا تعملوا ده ولا لا؟ ما بصي حضرتك، احنا دلوقتي شغالين مثلا في الأسمرات، بنشطب في المرحلة الثانية، ومع المرحلة الأولى هنوصل لحوالي 12,000 واحد. المرحلة الثالثة لسه بنبتدي فيها إن شاء الله، وهتخلص إن شاء الله على شهر 7/2017. تمام، يعني حاجات بدأت بيها بالفعل من سنين طبعًا. مش في خلال عام، يعني الفكرة إنها تم البدء فيها.
طبعا. وعندنا منطقه بدر فيها وحدات سكنيه ننقل فيها اللي هم بقى حديث الزواج وذو الاحتياجات الخاصه واللي بيوتهم بتتهد الحاجات الحرجه. لكن هي الاسمرات مقتصره بس على الخطوره الجيولوجيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة، شكرا جزيلا ليكي. وخليني أقول كمان زي يعني عادتنا فيها دايما بيكون عندنا يعني حالة من النشوة والفرح لما بنلاقي سيدة مصرية في منصب تنفيذي مهم زي ده. طبعا النواب المحافظين يعني هو منصب استحدث مؤخرا طبعا مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما إلى ذلك، وحاجة يعني لم نعهدها من قبل، فإنها تكون سيدة ده شيء رائع جدا. وإن شاء الله نماذج مشرفة دايما هتكون معانا على يعني من السيدات تحديدا في برنامجنا، سواء بتشرفهم هنا لينا أو من خلال التليفونات، يعني هي دايما ليها الأولوية. طيب ده الخبر الأول معانا. الخبر الثاني النهاردة معانا وهو تظاهرة قام بيها أولياء الأمور في الأقصر تحديدا في مدرسة أم النور للمعاقين. تفاصيل الخبر بتقول إيه؟ إن انطلق الموسم طبعا الدراسي الثاني، الأول طبعا بأزماته ومشكلاته اللي بتتطلب التدخلات والحلول الممكنة، كان في محافظة الأقصر بين طلاب مدرسة في إحدى المدارس في كل مدارس مصر طبعا، هي مدرسة النور الابتدائية المخصصة للمعاقين. أنا مش عايزة أطول عليكم الخبر، هي بيتكلموا عن إن صدر ليهم قرار لبعض التلاميذ بنقلهم لمدرسة تانية اسمها مدرسة الحرية، دي بشارع التلفزيون في مدينة الأقصر، وفترات مسائية. الأهالي خرجوا بالعشرات وتظاهروا أمام طبعا المدرسة الجديدة مدرسة الحرية، ورفضوا دخول أبنائهم للمدرسة لاعتبارات طبعا يعني كتيرة، أبرزها طبعا إن المدرسة بعيدة، تانيها إن أو تاني اعتبار إن الفترة مسائية وهم لم يعتادوا على ده. أنا بطلب يعني من المسؤولين في مديرية التربية والتعليم في الأقصر تحديدا إنهم يحلوا هذه المسألة، بخلاف ان هم طبعا طلبة، ومن المفترض احنا بنتكلم على يعني طلبة صغار السن يكون اقرب حاجة ليهم المدرسة الاقرب هم اللي يروحوها. في جانب انساني اخر ان دول من المعاقين او من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي في اعتبارات انسانية في عملية النقل لازم تكون موضوعة. وان حدث وكان في المدرسة بعض الاصلاحات او التجديدات اللي محتاجة تاخد وقت، فبرضو لازم يكون في الاعتبار ان الطلبة دول من ذوي الاحتياجات الخاصة او من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي في اعتبارات انسانية قبل عملية النقل. هنحاول نتواصل ونحل المشكلة دي مع اولياء الامور ان شاء الله ومع المديرية التعليمية التابعين ليها. طيب الخبر الثالث النهاردة وفي طفرة بقى يعني غريبة، طبعا احنا يعني تابعنا خلال الفترة اللي فاتت اوبر وكريم ووسيلة المواصلات السهلة والمريحة والجميلة والمحترمة والآمنة لنساء وسيدات مصر تحديدا، لانك بتبقي عارفة كل البيانات بتاع التاكسي سواء التاكسي اللي انت هتركبي معاه، وبالتالي بيكون هناك نوع من الاطمئنان، غير طبعا الخدمة المميزة جدا اللي بيقدموها. سواقين التاكسي الابيض اقترحوا بقى حاجه اسمها العربي كار. العربي كار ده تحديدا يعني طلع لمواجهه اوبر وكريم وجمعيه سائقي ومالكي التاكسي، انتهت منها من التعاقد مع شركه متخصصه لتشغيل تطبيق الكتروني بيتيح للعملاء طلب سياره اجره اللي هو التاكسي الابيض عبر الهاتف او الهواتف الذكيه. محمود عبد الحميد رئيس مجلس اداره جمعيه سائقي ومالكي التاكسي كان لي بيان قال فيه ان شهر اكتوبر المقبل سيشهد نهايه معظم ازمات سائقي التاكسي الابيض، وكان يعني من ضمن البيانات بعض المعلومات المهمة اللي احنا قلنا لازم نتصل بيه بشكل مباشر علشان نتعرف منه على موضوع العربي كار. مساء الخير يا أستاذ محمود. الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب يا فندم. ومحتاجين نعرف ايه العربي كار باختصار كده. حضرتك ذكرت ان الفترة اللي فاتت ان معظم العملاء اللي بيستخدموا التاكسي كان ليهم رغبة ان هم يشتغلوا مع موضوع التاكسي من خلال الهواتف الذكية، وان هم يلاقوا التاكسي باختصار كده مجرد دقيقة او دقيقتين يكون متواجد تحت منهم عشان خاطر المعاناة اللي هم قالوا عليها. احنا بالفعل دايما بنستجيب على اعتبار السرعة. حضرتك بتكلمني على اعتبار السرعة، لكن في اعتبارات تانية برضو كانت موضوعة فهنناقشها مع بعض. اتفضل.
كل الاعتبارات موجودة ومحطوطة، لأن احنا في الأول وفي الآخر احنا كسواقين تاكسي بندور على الخدمة الأفضل دايما. ولكن احنا النهاردة من خلال الجمعية دي، قبل ما اتكلم على العربي كار، الجمعية دي بتقوم بدور يعني مهم جدا جدا في قلب الدولة ما قابتش بيه النقابة اللي هي نقابة السواقين. الجمعية دي النهاردة بتحط تأمين صحي للسائق، بتوفر اكتر من كذا رعايه داخل الجمعيه للسائق. النهارده حطت ارتاحيه وحاجه نفسيه كده للسائق افضل من الاول، ما دام هو عايش طول العمر بدون اي اهداف نهائيا، فحطينا اكتر من كذا هدف: تامين صحي، مراكز صيانه، استخدام قطع غيار، حاجات كتيره جدا نقدر تتوفر للعربيه وتتوفر للسائق. الجمعيه اسمها سائقي وملكي، بترعى السائق وبترعى الملك. فاحنا النهارده حطيناهم في نفسيه رقم واحد جميله جدا، ثم تعاقدنا مع التطبيق بتاع العربي. التطبيق العربي دوت باختصار، النهاردة حضرتك هتقدري تطلب التاكس في خلال دقيقة أو دقيقتين تلاقيه متواجد. وطبعا احنا عددنا بالنسبة للتاكس 120 ألف تاكس داخل القاهرة، فطبعا العدد كبير جدا يغطي القاهرة الكبرى بارتياحية يعني. الابليكيشن موجود دلوقتي، احنا اجلنا تفعيل الابليكيشن من شهر 9 اجلناه لشهر اكتوبر، وكان الغرض من الموضوع ان احنا الابليكيشن يبدا في شهر 10 اللي هو شهر انتصار المصريين. شهر اكتوبر حبينا نحطه عشان يبقى انتصار المصريين بما فيهم السواقين. النهارده الابلكيشن دوت باختصار بيوفر عمليه ان حضرتك تطلب الموضوع، بيوفر ان العربيات المستخدمه دي كلها موجوده، تكييفها شغال للي عايز التكييف. موضوع العداد في تعريفه موحده، ما فيش اي مشكله خالص. كل البيانات اللي حضرتك بتطلبي بيها السائق بتجيلك في اللحظة على طول مباشرة، بتعرفي ان السواق اللي موجود معاكي كل بياناته موجودة. وده طبعا مش جديد على التاكسي، بس ايه يعني التاكسي كده كده لو حط أجرة ومقيد عند الإدارة العامة للمرور، بس احنا في الأول وفي الآخر يهمنا ان احنا نعمل عملية تطوير أقوى وأفضل. فاحنا النهاردة حطينا كل المميزات، ماليش علاقة بالشركتين، انا ليه علاقة ان احنا عملنا طفرة كبيرة. والله احنا لينا علاقة، لان احنا يعني كل ما يكون فيه منافسة فكل ما يكون الخدمة أفضل، فبالنسبة لأي حد بيستخدم هذه الخدمة. بس في نقطة أنا عايزة ألفت نظرك ليها، يعني كل من اتجه للشركتين التانيين سواء أوبر أو كريم اتجهوا لسوق، طبعا كان من ضمن الاعتبارات السرعة، اتنين الأمان إن البيانات كلها موجودة، تلاتة طبعا التعريفة، لأن التعريفة كان ممكن بدفعها قبل ما أروح، أنا عارفة المدة الزمنية والوقت كمان اللي هروح فيه قد إيه أو المكان المستهدف من إلى، وبالتالي ممكن أدفع كمان بالفيزا يعني. هل ده متاح برضو في عربي كار ولا؟ ده برضو متاح في العربي كار، إن حضرتك تقدري تستخدمه من خلال الفيزا، تقدري تحاسبي سواء الكاش أو الفيزا، الاتنين دول متاحين موجودين. وإحنا تم التعاقد مع برضو أكبر بنك في مصر وبنك حكومي للموضوع، ان تقدر حضرتك تستخدمي موضوع الفيزا. طيب في نقطه ثالثه، بتعملوا زي تقييم للسائقين من قبل الجمهور اللي بيستخدم هذه العربيه نفسها او يعني اسم التاكسي مثلا او صاحب التاكسي اللي سواق عليه في اوبر وكريم؟ في تقييم ليه يعني؟ انا الاول بدخل وبشوف التقييم واخد قد ايه جريد، كام قد ايه، الناس بيقولوا عليه كويس وحش وما الى ذلك، وبالتالي بطلبه هو يعني اذا كان اوكي معايا ولا لا، وبالتالي بنزل عليه وانا مطمنه، لان في كتير عملوا له مثلا اوكي يعني قالوا تمام الراجل ده زي الفل وكويس ومحترم و و و وفي، وبالتالي هبقى مامنه على نفسي على الاقل. هل هذا الجزء موجود في عربي كار ولا لا؟ تمام، هو ده موجود، بس معلش برضو انا محتاج استوضح حاجه برضو. تقييم السائق، التقييم موجود حضرتك، ودي من الحاجات الاساسيه اللي احنا اللي موجوده في قلب التطبيق، ان التقييم نقدر يقيم السواق مثلا خلال الرحله، التعامل ان كان مثلا ممتاز او جيد او اقل من كده، ده متواجد موضوع التقييم ده بشكل اساسي. بل بالعكس كمان، ان احنا كمان بنعمل حاجه اضافيه كمان، ان في ارتباط ما بين الابلكيشن وما بين الاداره العامه للمرور، وده مش متاح مع الشركات التانية. يعني الشركات التانية زي ما كلنا نعلم ان هم بيشتغلوا بابلكيشن خاص بيهم، لا احنا نختلف عنهم، ان التطبيق ده مرتبط بينه وبين الإدارة العامة للمرور كمان يعني. ماشي، المستخدم العربي كار هيستفيد ايه؟ مستخدم العربي كار هيستفيد حاجات كتير جدا. لا، من الجزئية دي ان انتم مرتبطين بالإدارة العامة للمرور هيستفيد ايه؟ بالنسبه للجزئيه ديت، النهارده حضرتك لو بترجعي مثلا لشركه من الشركات وتقول لهم مثلا حصل معايا سي اي موضوع، النهارده الشركه دي ما عندهاش جزء قانوني تقدر تعاقب بيه السواق باختصار كده.
النهارده سواء اللي موجود عندهم ممكن يقفل التطبيق بتاعهم ويمشي وخلاص انتهى الامر بالنسبه له. لا احنا عندنا مش الكلام ده خالص. النهارده ما يقدرش يقفل التطبيق عندي مش لان هو مسجل عندي في الاداره العامه للمرور وفي ارتباط بين الجمعيه وبين الاداره العامه للمرور. فعشان خاطر اللي ما يبقاش الشركتين دول ما هماش عندهم الجزء القانوني اساسا هتعاقبوا ازاي؟ وده حصل كتير جدا في الشركات الثانيه لما حصل مخالفات ما حدش قدر يرجع لان باختصار السواق قفل التطبيق وانتهى الامر بالنسبه له. يبقى ما عندوش برضه طيب يبقى ده تطبيق زياده يبقى جزء ايجابي بيضيفه العربي كار. انا بتمنى لكم التوفيق ويعني بنسعد دايما ان يكون في حقيقي منافسه في السوق في اي سلعه او في اي خدمه بتقدم لان دايما في الاخر يعني المستفيد الاول والاخير هو يعني مستخدم هذه الخدمه اللي هو الجمهور وده طبعا بيسعدنا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الحميد رئيس مجلس اداره جمعيه سائقي ومالكي التاكسي. طيب ده باختصار كانت يعني اهم اخبارنا. خلونا نروح بقى سريعا ونحكي لكم شويه على فقراتنا اللي هتكون النهارده معانا في هي هيكون فيها ايه ومعانا مين فيها. هنتكلم النهارده عن المراهقه المتاخره عند الرجال حقيقه ولا خيال. وكمان ولاء الشاذلي فنانة بتهوى الرسم على الخشب معانا تقرير رائع عنها النهاردة وعن هذا الفن الجميل. وهنتكلم ان هل فعلا للأماكن طاقة وازاي يعني نتعامل معاها تعامل امثل. واخيرا هيكون لينا لقاء مع ريم حمدي مصممة القبعات. نعود مرة أخرى لهذا يعني ممكن نقول عليه الـ الـ الشياكة بقى يعني بنرجع شوية بالزمن لورا ولكن بالشياكة. فنهاردة هنستقبل ريم هتكون مع ليلى وهتقول لنا بقى عن القبعات النسائية. قبل ما نبدأ فقرتنا أو فقراتنا بوجه عام معانا دايما بنحاول نبدأ بفقرة السوشيال ميديا الفقرة اللي احنا يعني بنحاول قدر الإمكان ان احنا نتواصل بيها معاكم ونجيب لكم أهم وأبرز الأحداث اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفها طبعا سواء صور فيديوهات ترندز لبعض يعني العبارات اللي بدأت تاخد أرقام كبيرة جدا في اللايك والشير. النهاردة اخترنا لكم بعض الصور. هذه الصور لسيدة فلسطينية عملت فن مختلف فن جميل استخدمت العبوات الفارغة من القنابل اللي يعني ممكن نقول عليها بقى ايه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني بتهاجم بيها أهلنا في فلسطين. هذه السيدة جمعت هذه العبوات الفارغة وبدأت تعمل فيها تعملها يعني زي زرع كده تعملها قوارير لزراعة الورد من عبوات القنابل. أعتقد إن هي يعني ما أحسنها من رسالة وما أعظمها من رسالة للعالم إن إحنا يعني أتمنى إن دي طبعا الصور دي حازت على شير ولايك كتير جدا لكن أنا أتمنى من الجمهور المصري والعربي إن هو يحاول يزود كمان الشير واللايك للصور دي تحديدا عشان كل العالم يعرفوا ان الاسلام دين سلام دي من ناحية والناحية تانية يشوفوا معاناة الشعب الفلسطيني وازاي بيقابلوا يعني قنابل قوات الاحتلال الاسرائيلي بورود بتزرع في هذه القنابل. دي كانت الصور معانا النهاردة في فقرتنا في السوشيال ميديا بنوه طبعا عن حضراتكم النهاردة. النهاردة هنتكلم عن الرجال. هي هتتكلم عن الرجال النهاردة. هنتكلم عليهم في ايه بقى. احنا كنا من يومين كده كانت معانا طبعا العزيزة الدكتورة أمنة نصير وكنا بنتكلم في موضوع مهم بيخص الستات كلهم. ازاي ان ست قضت حياتها 25 و30 و35 سنة مع زوجها وهو حابب يجدد شبابه. الشرع ما حرمش دوت ولكن يعني في نقطة واستفهامات كتيرة جدا ما حرمش ده على الراجل لكن في نفس الوقت بيحفظ للست حقوقها.
بنتمنى ان برلماننا يحفظ للست حقوقها اللي افنت عمرها وهي يعني سيده منزل يعني ربه بيت ما ما ما, ما, ما عندهاش شغله، فان تترك في الشارع بدون مأوى وبدون غذاء بدون فلوس خالص يعني معاها، دي كانت حادثه وجعت قلوبنا كلها، عشان كده قلنا لازم نقف فيها وبندعم هذه الفكره الى ان تتحول لمشروع قانون وتدخل البرلمان، ونسائنا يعني النائبات المحترمات اللي احنا نزلنا وصوتنا علشان يكونوا متواجدين جوه يصوتوا على هذا القانون، ونحاول كلنا ندفع بيه ان هو يكون قانون حقيقي يشوف النور. النهارده عند النقطة دي بقى عشان الراجل اللي بيحب يجدد شبابه قلنا نتكلم شوية بقى حبتين عن الراجل المتصابي أو سن اليأس بالنسبة له هو، يعني بالنسبة للذكور هل ده حقيقة ولا هل ده خيال؟ هيكون معنا النهاردة الدكتور محمد غنيم هيقول لنا شكله ايه مواصفاته ايه ازاي احنا محمد غانم عفوا دكتور محمد غانم هيكون معانا يقول لنا كمان بعض التفاصيل عنه، نعرف منين ان هو بيعاني في هذه المرحلة من عمره من مشاكل نفسية ازاي نتعامل معاها عشان تعدي على خير وسلام، فهيكون معانا لكن بعد الفاصل. هذا الفاصل هتتابعوا فيه وفري، تعالوا نروح سريعا نشوف وفري هتوفري بيه النهاردة. ندور كده عن الراجل اللي بيروح او بيحب يجدد شبابه لقينا فيه معاني كتير قوي ليها، مراهقه متاخره، الرجل المتصابي، شويه معاني اكتشفنا ان الكل معنى ليه تفسير علمي مختلف عن الاخر، لان في بعض المعاني منها اتكلموا او الطب النفسي اتكلم عن انه بيبدا من 30 ل 50، فكلنا قعدنا نبص نقول 30 ده في شباب لسه ما اتجوزش اصلا وهو عنده 30 سنه، فقلنا طيب بما ان احنا يعني بنحاول قدر الامكان نفهم عقل الراجل وازاي بيفكر وازاي نتعامل معاه احنا كهية، فقلنا لازم يكون النهارده منورنا الدكتور طبعا واستشاري الصحه النفسيه الدكتور محمد غانم. اهلا بيك يا دكتور، منورنا فيا. وهي بتسالك بقى، هو فعلا المراهقة المتأخرة دي من 30 ل 50 ده تبقى مصيبة بصراحة، من 30؟ لا لا، هو طبعا كلمة المراهقة المتأخرة يبقى لازم نعرف المراهقة دي من كام لكام اصلا. المراهقة من 12 ل 18 وتقف؟ لا ما بتقفش، في ناس بتتأخر عندهم بداية المراهقة يعني بنتكلم كده على الرجالة بس. ماشي نتكلم على الرجالة بس، ف 12 ل 18 دول بتمتد شوية، يعني مثلا في ناس خصوصا في مجتمعنا لان الاسره تقوم بدور الحمايه الزائده ولا تدع استقلاليه لاولادها، وبالتالي بتتاخر المراهقه عندهم، فممكن تبتدي بعد ال 18، يعني تلاقي طلبه الجامعه اللي هم اكتر من 18 عندهم لسه مراهقه، فدي يعني تاخر سن المراهقه. بس اخرها لحد سن قد ايه ده تاخر؟ لا ده دي خلاص وخلصت، يعني في ناس مراهقتها بدل ما تبتدي من 12 ل 18 تبتدي مثلا من 15 ل 25، تبتدي مثلا من 16 ل 30، فاهمه؟ دي واحده. لكن اللي حضرتك بتتكلمي عليه دي اللي هي فتره اللي يقال عليها ازمه منتصف العمر، دي طيب من 40، من 40 ل 60، من 40 30 دي بدري قوي. ازمه منتصف العمر. طب انا عايزه، عشان اللي هو المراهقه بتتاخر عنده دي بتوصل لحد سن ال 30 سنه، مواصفات المراهقه ايه برضو علشان نبقى فاهمين؟ المراهقه عباره عن تمرد على الواقع واعاده لتقييم الذات،
بحيث ان الشخص ده بعد يعني المراهقه الحقيقيه بقى اللي هي من 12 ل 18، بعد ما مر بمرحله الطفوله وقبل ان يصل لمرحله الشباب في فتره انتقاليه، الفتره دي حصل فيها تغيرات بيولوجيه وهرمونيه واجتماعيه وسيكولوجيه ادت الى ان الشخص ده اختلف عن ما قبل وسيختلف عن ما بعد، وبالتالي عايز يثبت نفسه فيعند العناد الشديد، عدم تقبل الاوامر، عدم تقبل السلطه. السلطه دي ممكن تبقى الناظر، ممكن تبقى الاب والام في البيت، ممكن تبقى الاخ الكبير، ممكن يبقى القانون في الشارع. يعني بيرفض لان هو عايز يثبت ذاته وعايز يكتشف ذاته، فدي المراهقه الحقيقيه فيها صفاتها كلها صعبه، وهي بالمناسبه اصعب فترات العمر لان الشخص بيبقى فيها مش عارف هو عايز ايه لسه. ده للنساء والرجال، كل الناس، للبنات كل والولاد. المراهقه بقى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المراهقه البعيده فعلا دي اللي بعد ما عدى الشباب وكده ورجع تاني للمراهقه، المراهقه دي تحصل لكل البشر. يعني مفيش واحد بيحصل له واحد ما بيحصلوش، لان كل واحد في مرحله ما بعد ما ادى ما عليه من دور اجتماعي، يعني مثلا ربى اولاده، يعني مثلا نجح في عمله، يبدا في صياغه حياته، يفكر في حياته بقى انا عملت المفروض. دي اسمها ايه بقى؟ بتسمى في علم النفس إيه؟ اسمها ازمه منتصف العمر، بس ده اسم خاطئ لانها مش ازمه، لانها كل الناس بتمر بيها. ومنتصف العمر دي كلمه برضو خاطئه، لان منتصف العمر ما هي ممكن تكون ازمه لما تسببه من ازمات ليه والشريك حياته والاسرته. ما هو مش لازم يبقى فيها ازمات، وهو ده بقى التفكير اللي يعني اللي فيه تسطح شويه، ان انا اعتقد انها دايما الواحد بيمر بأزمة. لا، انا بقيم حياتي، ممكن ارضى عنها وما اعملش تغيير، ممكن اعمل بعض التغيرات، ممكن اعمل اضافات ايجابيه لحياتي. يعني مثلا انا ما كنتش بلعب، ما والله نوع الايجابي ده بيخوف. لا، ما هو مش كل الناس بتعمل الجزء السلبي، يعني لازم نبقى يعني عندنا موضوعيه واحنا نناقش القصه دي. في ناس بتتعامل مع هذا الموضوع بايجابيه، لان انا بعيد بقى تفكير في حياتي، انا عملت اللي انا المفروض اعمله ولا لا، انا كنت صح ولا غلط، انا اديت، هل الناس ادتني مقابل اللي انا اديته ولا لا. ممكن او يشعر ان هو ظلم، ان هو غبن حقه، اي شخص رجاله وستات. احنا بنركز اللي هي بتبدا من 40، من 40 بس ممكن تتاخر، ما هي برضو كل عند الرجاله وعند الستات، عند الرجاله وعند الستات. الستات بنقول عليها سن الياس، صح؟ ما هو ما اسموش كلمه الياس، اسمه سن الياس من المحيط. كلمه الياس دي كلمه يعني، بس مش 40 بتهيألي بدري شويه. هم من 40 ل 60، ما احنا بنقول عندنا رينج يعني. في الرجاله اسمها الاندروبوس، يعني في الستات اسمها مينوبوس. الاندروبوس دي يعني بقى الهرمونات الذكوريه تبدا في انها تقل، وبالتالي يبتدي يحصل تغيرات، قدراته مثلا الجنسيه والبدنيه تضعف، فهو عايز يثبت نفسه فبيبتدي يفكر بطريقه تانية. احنا بنركز على نموذج من النماذج اللي يعني بنفكر انها سلبيه، اللي هي مثلا واحد يبتدي زي ما حضرتك قلت كده يجدد الشباب، ده نموذج واحد، لكن في قصص تانية كتير. يعني مثلا اللي ايه يفكر ان هو يهاجر فجأة كده في المرحلة دي، يبيع كل اللي عنده ويجمع فلوس ويهاجر، اللي يفكر انه يغير نشاط عمله، اللي يتصابى، اللي يلبس الوان مثلا غير متناسبة مع سنه، اللي كل صبغ الشعر ده مثلا، في ناس كتير قوي تصبغ شعرها، اهو ده حاجة من الحاجات. يعني مش لا، ده احنا عايزين نشوف كده مواصفاتهم بس بعد ما يعني بيعملوا ايه تحديدا في المرحله دي. استاذه ايمان، مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، انا متجوزه بقالي حوالي 40 سنه، من حوالي ما شاء الله. عندي 6 اولاد متجوزين دكاتره ومستويات ومناسبين نفس مستويات. من حوالي 5-6 سنين او 7 كده، جوزي دكتور وعمل علاقه مع الممرضه، والحمد لله ربنا بالصلاه والعمره والبتاع بعيدنا. دلوقتي بقى يوميا يخلص العياده 9 لحد 3، وهو على الموبايل، على النت وعلى الموبايل، مع 6 اشكال والوان، وكل امواله مضيعها عليهم، واهمل البيت خالص واهمل العيال، واحنا تعبنا مش عارفه اعمل ايه. هو عنده كام سنه يا استاذه ايمان؟ هو اتحايل على المعاش في مايو، هو عنده 60 سنه. عنده 60 سنه.
ايوه اه وهيضيع الثروه يعني، بيشتغل طول النهار عمليات شغل نار والناس بتحبه جدا، وبعدين تحس بالليل من 9 ل 3 بيكلم في واحده، وفي الاخر عايزه عربيه عايزه، المهم كل اللي معاه يصرفوا عليهم. وبعدين احنا كده يعني الناس عارفيننا وكده سمعتنا وكده، مش عارفه اعمل ايه. طبعا مشكله. طب دكتور محتاج تسالها اسئله معينه؟ لا مو ده نموذج فني. طيب حاضر يا استاذه ايمان. دكتور محمد هيقول لك تتعاملي ازاي تحديدا. طيب احنا ده احد النماذج الواضحه، نماذج مختلف يعني، نموذج زيه بس بصوره مختلفه. ده بيتكلم في التليفونات، ده فكر في الجواز وبعدين الجواز ما تمش فابتدي يتعامل مع التليفون او مع النت. اهو ده تعامل اخر. هو مين اللي بيعمل المشكله؟ مين اللي بيعمل المشكله؟ اللي هو لم يشبع فتره من حياته، لم يشبع المراهقه الحقيقيه، ما عاش مراهقته. طب وهي مراته بقى تتحمل مراهقته بعد يعني بعد 40 سنه جواز؟ ما مش منطقي برضه. لا ما انا فاهم، انا فاهم، لكن انا قصدي اقول ايه، ان مثلا قرارات الانفصال هسه موجوده في طرفين، الست تطلب الطلاق برضه، ممكن الست هي اللي تطلب الطلاق بعد 40 سنه جواز، انها تقول له ان انا استحملتك طول الفتره دي، كفايه بقى انا تعبت، سيبني بقى اشوف حياتي. في ستات بيقولوا كده يعني. بس نسبتهم قد ايه بالنسبه للرجاله؟ يعني احنا ما بنشوفش بصراحه، يعني لو عملنا كده مقارنه ما بين الستات في سن الياس او الياس من المحيض وما بين ازمه منتصف العمر او زي ما حضرتك تحب تسميها في علم النفس، لكن ما بنلاقيش نفس التوجهات عند الرجل زيها زي الست. الست ما بتحبش تجدد شبابها فتطلق وتروح تتجوز حد صغير، ما فيش الحاجات لا دي. في ستات بتعمل كده، وفي ستات بتتصابى، وفي ستات تبتدي انها يعني تتصرف تصرفات. النسب قليله جدا. ما عشان احنا ما بنركزش عليهم، احنا بنركز على الراجل اللي اتجوز تاني في المرحله العمريه. ده الناس كلها هي دي النقطه اللي كل الاذهان موجهه ضدها. تقصد ان احنا اللي مركزين؟ انت والمجتمع كله. والمجتمع كله. ما انا انت اللي هو هي يعني هي اللي مركزه البرنامج يعني البرنامج البرنامج او المجتمع كله عنده تركيز على هذه التصرفات المعينه، وهي ملومه في هذا المجتمع. في مجتمعات تانية ما تبقاش ملومه، لكن هنا ملومه. في مجتمعات مثلا غربيه اللي ما فيهاش تعدد الازواج بيبقى له محظيه او له واحده بيرافقها، بيحصل كده. لا والله في كل المجتمعات، احنا لسه كنا بنتابع انجلينا جولي وبراد. أيوة براد. العالم كله زعلان يعني. يعني انا قصدي يعني الفكره برضو ما هو عندهم هم كمان ازمه منتصف عمر اهو. كل ما انا بقول لحضرتك كل البشر يمروا بهذه المرحله، كل البشر يعني ما فيش حد كده بيمر سليم من المرحله دي. طيب علشان استاذه ايمان تحديدا نجاوب بقى عليها، تتعامل ازاي مع زوجها؟ تسيبه ولا يعني ازمه وهتعدي، ولا هيستمر فيها؟ تتعامل ازاي؟ انا عايز اقول لك ارقام قبل ما نتكلم على مدام ايمان. 1.5% من حالات الزواج او عقود الزواج، لان في زيجات اخرى بطرق اخرى، لكن بنتكلم على حاجه رسميه، بتتم فوق 60. كام في الميه؟ فوق 1.5%. 1.5. وستة وسبعة من 10% من حالات الطلاق، من عقود الطلاق بتتم بعد 60. يعني نسبة برضو عالية طبعا. يعني احنا لا نتوقع من واحد وصل او وصلوا لهذه المرحلة بعد رحلة حياة طويلة ان الطلاق يتم. طبعا الطلاق بيتم يعني الطرفين في حد فيهم مش مبسوط، مش الراجل بس. يعني الراجل والست. القصة بقى ان انت هتتعاملي معاها ازاي. هل هي نزوة؟ يعني هي مرحلة بتتم سريعا وتنتهي. النزوات صفاتها انها بتبدا فجائيه وتنتهي فجائيه، رغبه عارمه داخليه لفعل اي شيء، هذا الفعل خلاص بيبتدي وينتهي. لو احنا تركناه بينتهي بسرعه، لو احنا ركزنا عليه بياخد وقت اطول. طيب المقارنه ان هو كان يعرف الممرضه وكانوا هيتزوجوا وبعدين ما حصلش نصيب الحمد لله يعني، وبعديها جت وانفصلت، او حصل نصيب وانفصلت. يعني المهم ما كملتش، ما استمرتش يعني. ما استمرتش. الجزء الثاني ان هو بدا يعرف سيدات على الموبايل الانترنت وهكذا. بيعرف فهل دي تعتبر برضو نزوه ولا لا؟ لا طبعا دي نزوه ولا لا؟ دي اطول، دي فتره اطول. وبعدين يعني مش نزوه يعني تخلي بالها. بس القصه ايه؟ القصه انه ما دام بيعمل كده يبقى في احتياج لكده. يعني احنا مش احنا كنا نلجا للادانه وان احنا نهاجمه، ده مش هيحل المشكله. يعني احنا لازم ندور ايه اللي خلاه يعمل كده.
جايز يكون في اسباب هو يعني يفصح عنها او لا يعرفها، ممكن يكون ما يعرفهاش، ولكن هذه الاسباب تجعله يعفى على هذا. ندور عليها، لو الاسباب دي موجوده يبقى لازم نتعامل معاها، يعني ما نتعاملش مع الناتج من غير ما نفهم نتج من اين. يعني نقول لاستاذه ايمان يعني ايه يعني، لا انا مش قصدي تدلع وتشوف نفسها حبتين كده تروح تصبغ شعرها ومش عارفه، ولا يعني التعامل هيبقى ازاي يا فندم؟ ما برضو القصه ما تتاخدش بالصوره السريعه السطحيه دي. القصه ان انا في حياتي ممكن اكون مش مرتاح، ممكن مش مرتاح في حاجات تانية، ممكن مش مرتاح من طريقه التعامل، ممكن مش مرتاح مثلا ان في تعامل فيه عنف، في تعامل فيه تضييق، في تعامل فيه ابتزاز، يعني ممكن يكون فيه، مش لازم ان انا اصبغ شعري يبقى. ما اعتقدش ان بعد 40 سنه جواز يعني هو جاي لسه يفتكر ان في عنف ولا لا. هو استحمل، لا لا هو استحمل، لا انا ما اعرفش قصته، لكن واحد استحمل فتره طويله حاجات هو انا ما اعرفش ايه، يعني مش بدافع عنه ولا بهاجمه. القصه ان دي فتره انا ما اقدرش الومه عليها الا لما افهم ظروفه، ممكن يكون عنده حق في هذا، ممكن يكون ما عندوش حق. يعني القصه كده، يعني من البدايه كده ما بقاش بستخدم الشراسه الفكريه مع شخص لمجرد انه اتى بفعل المجتمع. طيب بينظر اليه نظره. انا هسالك السؤال بشكل مختلف شويه، الا وهو احنا بنتكلم دلوقتي على زوجين، احنا بنقول ازمه منتصف العمر اللي هو تقريبا من 40 ل 60 زي ما حضرتك ذكرت، تمام؟ وبالتالي على الاقل فات على جوازهم 15 ل 20 سنه مثلا على سبيل المثال. يعني 40 سنه؟ لا انا بتكلم بقى بوجه عام. اي اثنين يعني ازمه منتصف العمر، تعرض لسن الياس، ياس من المحيض، الفتره دي الزوجين الاثنين بيكبروا مع بعض، عدى ما بينهم يعني 15، الاثنين بيمروا تقريبا بنفس الازمه او بنفس المشكلات او التغيرات. فلما نقول للست مثلا معلش يعني حاولي تراعي، ما هو في الجانب المقابل الراجل برضو لازم يراعي. صح. الاثنين خلقهم بيضيق في الوقت ده، يعني خلاص تعبوا وربوا ازاي التعامل؟ ازاي نقدر يعني نجد صيغه تعامل ما بينهم هما الاثنين داخل البيت؟ ما هو لازم يبقى في تفاهم. يعني لازم يبقى عندنا قدر من فهم القضيه، القضيه دي نشأت من فين؟ وزي ما نتفق او بنحاول نتفق يعني ان القصه مش قصه رجل، مش القصه ليست رجل يتزوج في سن متاخره، دي قصه كده احنا بنسطح الامر خالص. القصه عباره عن تقييم لحياتي كلها في مرحله انا ابتديت اكبر فيها، الامراض ممكن حاسس ان انا حاعيه لان انا كبرت، حاسس ان انا ممكن اموت، حاسس ان انا قدمت كتير قوي وممكن قوي ما خدتش المقابل، يعني ممكن او ما خدش المقابل. المراهقه يعني اعاده تقييم. فانا بعيد التقييم ده بلاقي ان في ثغرات في حياتي، الثغرات دي انا عايز اغلقها. فبحاول اغلقها، كل واحد بقى بيغلقها بطريقته، اللي بيغلقها بالسفر، اللي بيغلقها بالطلاق، اللي بيغلقها بالجواز، اللي بيغلقها بالتصابي، اللي بيغلقها ان هو مثلا يعيد الاهتمام مثلا بحاجات ما كانش بيهتم بيها، أو الوقت لم يكن يسمح له بالموسيقى مثلا، كان بيحب الموسيقى وظروف حياته منعته إن هو يهتم، اللي يهتم بالرياضة، يعني اللي يهتم بالإدارة، اللي يهتم والله كتر خيره اللي بيهتم بالرياضة. إحنا معانا أستاذة سارة، يعني طيب. دي أفضل الحالات تقصد يعني. أستاذة سارة مساء الخير. مساء النور، إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا سارة. مدام سارة يعني متزوجة؟ لا مش متزوجة. أمال خايفة من إيه يا سارة؟ خايفة قالت لي خايفة. هو انا كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه. هو انا عندي مشكله، انا ملاحظه على بابايا الفتره الاخيره ان هو يعني عنده مراهقه متاخره. لاحظت ده من ايه؟ انا بقيت احس ان هو بيصبغ شعره وبيهتم بلبسه زياده عن اللزوم، حاسه ان هو عايز يرجع كانه في سن العشرينات او 25، وعلى طول مهتم بلبسه بشياكته. فانا مش عارفه نحل المشكله دي ازاي. وباباكي عنده قد ايه يا ساره؟ بابايا عنده 53 سنه. والدتك لسه عايشه؟ عايشه، ربنا يديها الصحه، وكويس انها ليها بنوته كده بتخاف عليها. شكرا ليك يا ساره. عايز اسالها حاجه يا دكتور؟ لا بس لا مش عايز اسالها حاجه، بس دي مشكله في ايه؟ واحد بيهتم بنفسه، ما يهتم بنفسه، ما هي بتقول بقى في ملامح كده. أيوة لتصابي بقى. لان احنا بنفكر بطريقه اتهاميه كويس، وان احنا دايما حاطين الرجل يعني زي ما يكون يعني مدان تماما بدايه لانه هو فكر في حاجه، ولان احنا سطحنا الامر وجعلناه سلوك في اتجاه واحد. القصه سلوكيات في الحياه كلها، وان احنا نسينا ان المراهقه المتاخره دي موجوده عند كل البشر.
عندنا وبره وفي مصر وفي امريكا وفي الهند وكل الحتت اللي دي، وعند رجاله وعند ستات، يعني مش عند الرجل فقط. يعني الطريقه دي في التعامل هي اللي غلط. يعني يعني هي شايفه ان ابوها بيهتم، طب خلاص امها كمان تهتم وهي تهتم. هي شايفه ان دي مشكله ان الواحد بيهتم؟ لا، مش مشكله ان هو يهتم بنفسه، لان هو ما كانش بيهتم بنفسه قبل كده. هي خايفه بقى لا يكون باصص بره. ماشي، في ناس هتبقى بتعمل كده نتيجة اللي ان هو بيبص لبره، وفي ناس بتعمل كده عشان هو بيهتم بنفسه. يعني انا عايز افرح نفسي، عايز ابسط نفسي، يعني مش لازم يكون الهدف بتاعي ان انا يعني موجه للخارج، ممكن يكون موجه لي انا، ان انا استحق ان انا. يعني ما تخافش، ما تقلبش في الموبايل بتاعه، ما تشوفوش رايح فين وجاي. هي حره تعمل اللي هي عايزاه. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي اقول ان يعني القصه واخده اكبر من حجمها، وبعدين بتخش في مضيق ضيق جدا. اكبر من حجمها لان للرجل بيبقى متاح ليه ان هو يتزوج مره تانية، بيبقى متاح ليه ان هو لو يعني يقدر يتحرك خارج البيت. لكن السيده بيكون هناك صعوبه كبيره، يعني انها تعمل علاقه في وجود زوج. لكن مش ممكن تطلب الطلاق وتعمل علاقه؟ ممكن، وده بيحصل بقى. معلش ده بيحصل. يعني هي برضو قصادها في حركه. ايه اللي منحها وايه اللي منعه؟ حاجات اخرى. في حاجات ارتباطات، في اسره موجوده، في اولاد مثلا، هو مستني ما الاولاد تتزوج، مستني مثلا اما يعني العمل بتاعه يوصل لمنصب مرموق. يعني احنا مش لا نصادر حق الناس ان هم يعيدوا اكتشاف نفسهم، رجاله وستات، رجاله وستات. يعني زي ما بقول لحضرتك، مش عايزين نخرب بيوت يا دكتور. لا ده طب يعني رجاله وستات يخلعوا، مش عايزين. طب خلينا افكر معاكي كده بهدوء. اتفضل. من غير ما اكون انا متحيز لفكره ما، لما يبقى راجل تزوج خلاص وحافظ على اسرته، وست طلقت وبدات حياتها وتركت اسرتها، فكري في النموذجين دول وقولي لي انه الاحسن. مش لا بترد. انا مش بترد. انا يعني مشاهداتنا هي اللي تقول تصلح. لا انا قصدي اقول حاسه كده ان احنا يعني اتفضل. لا يعني النموذج بتاع انها في ستات كتير بتطلب الطلاق وفي سن متاخره، بعد 30 سنه و40 سنه. طيب وبعد ما تطلب الطلاق ممكن تتحرر بقى، خلاص ربت ولادها، كبرت ولادها، خلاص حلمها برضو؟ لا ما اقدرش الومها. احنا مجتمعنا مختلف. ده احنا حتى يعني ست المطلقه اصلا في مجتمعنا، وهنعمل حلقه ان شاء الله، المطلقه نفسها بيبقى عليها اعباء نفسيه رهيبه جدا. ما بالنا بالمطلقه بعد سن الخمسين ولا الخمسه واربعين ولا الستين سنه. يعني صح. الوضع بالنسبه لها بيكون في منتهى الصعوبه. وعلى الرغم من هذا في ستات بتطلب الطلاق قليلين قوي يا دكتور. ما انا قلت لك نسب اهو، قلت لك يعني حاجه 6.7. انا فاكره النسبه. ما تقلقش، بس ده من الراجل والست مش من الست بس. انا فاهم يعني. النسبه مش قليله، نسبه مش قليله، يعني ما حدش يتوقع ان النسبه عاليه كده. ده حقيقي. طيب يعني استاذنك نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا في المراهقه المتاخره مع الدكتور محمد غانم، استشاري طبعا الصحه النفسيه، ومعانا هيكون في فيتشر قوي يعني بعض اللقاءات في الشارع المصري، وهنتكلم هنسالهم بقى عن المراهقه. طيب. بالنسبه للرجال، ونخلي الدكتور يرد، ومحتاجاكم كمان علشان تتواصلوا معانا وتدعموا فكرتنا. بعد هذا الفاصل خليكم معانا. ايه رايك في الرجاله اللي فوق الخمسين لما بتسبخ شعرها وبتلبس زي شباب وبتاع؟ ايه رايك فيهم؟ والله بتبقى حاجه كويسه ان هم يعني بيحاولوا يتعايشوا كده وبيبقوا شباب وبيحاولوا يقربوا مننا شويه مثلا من السن الصغير او حاجه زي كده. يعني والله هو الوقار حلو، يعني الشعر الابيض وقار برضه في نفس الوقت. ده في ناس بتصبغ شعرها ابيض مش اسود، يعني بيكون شعرها اسود وتصبغه ابيض. فهو بيبقى مش عايز يحس ان هو كبر، مش عايز يحس ان هو عجز، عايز دايما يحس ان هو شاب وصغير. كل ما الراجل اصلا بيكبر المفروض بيبقى اعقل. لا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه بيبقى يعني مراهق. بتسمي الحته دي ايه؟ مراهقه متاخره مثلا؟ تتسمى مراهقه متاخره، خفه عقل، كلام من ده، ما شافش شبابه كويس، عايز يشوف شبابه وهو كبير وكده. يعني
لا لا مش شرط، ما اشترطش، هو شايف ان شكله مثلا بالشعر الابيض مش ظريف فبيحاول ان هو يحسن شكله شويه. بتبقى مراهقه متاخره او نقص ممكن، دي حريه شخصيه. ثانيا مش عيب ان الواحد يحاول يحافظ على سنه وعلى شبابه. انا عندي 62 سنه بروح جيم بلعب رياضه. طبعا مش ملائم لسنهم ولازم يكونوا محترمين، لازم الواحد يعني يعيش عيش وقته وسنه. ايه اسباب؟ يعني ممكن ما يكونش عاش حياته كويس او عاش حياته زي ما هو عايز، انما ممكن يكون عنده نقص، عندهم خلل في عقله. لو لقيت حد قريب منك بيعمل كده هتنصحه؟ انصحه طبعا، اقول له لا ما تعملش كده، لا احاول امنعه طبعا بالكلام بالعقل بالدين والحاجات دي. هم محتاجين تقريبا توعيه، حد يوعيهم ان اللي هم فيه ده غلط يعني وما ينفعش، وان هم يعيشوا سنهم يعني. والله انصحه بان يعيش سنه احسن حاجه، هو الواحد لما بيعيش سنه بيستفيد اكتر يعني. الشيبه مش عيبه، ده هيبه. بس هو في الاول في الاخر هو يعيش حياته، هو كل واحد هيعيش حياته مره واحده فيعيشها زي ما هو عايز. انا بيتهيألي كده في يمكن اللقاءات اللي عملناها كده عرفنا مين لما يعدي السن مين هيصبغ شعره ومين هيكمل زي ما هو من خلال اللقاءات حتى من طريقه الكلام. ويمكن دكتور محمد غانم كان بيقول ده واحنا في الفاصل وسالتني شويه اسئله انا يعني ممكن نقولها كمان. يعني قلت لي مثلا على سبيل المثال واحنا بنتكلم يعني كنا بنقول طيب هو فيها ايه لو اتجوز تاني بعد سن الستين؟ ان تكون ليه زوجة تانية افضل ولا تكون ليه عشية افضل؟ انا السؤال ده انا بوجهه لحضراتكم، بس يعني كان هناك بعض يعني الاجابات بتقول ان لا يعني يكون ليه عشية افضل، في امثلة كتير بتقول مركب الدراير قامت صح كده ومركب السلايف وقفت، لا يعني ممكن يتعايشوا مع بعض في مرحلة ما لكن في الآخر يعني الوضع هيبقى مختلف. عايزة أسأل حضرتك على نقطة مهمة، إيه الحاجات اللي فيها لحظات خطر؟ يعني زي يعني إمتى أقول إن زوجي بيعدي بمرحلة من مراحل اليأس أو من مراحل التغير الجذري في حياته؟ إزاي أعرف أنا أتعامل معاها علشان ما يجيبليش بقى لا عشيقه ولا يجيبلي زوجه تانية في سن انا يعني خلاص انا كبرت يعني وقدمت كل اللي اقدر اقدمه طول فتره حياتي، فمش هاجي بقى على اخر العمر ويحصل بقى لخبطه في حياتي يعني. يعني نحل المشكله ازاي؟ نحلها ازاي؟ نحل المشكله ان كل مرحله في العمر لازم اعيشها بحلاوتها ووحشتها. يعني في المراهقه مثلا في انطلاق، في اندفاعيه، في بعض التهور. اللي ما بيعملش كده هو اللي بيبقى عنده مشكله بعد كده، مشكله كبيره. اللي بيحس ان هو يعني بيبتدي يجد نفسه وسط الناس الكبار هو ما وصلش انه يبقى كبير، بس ما بقاش طفل، وبالتالي بيسعى ان هو يبقى كبير. بيسعى انه يبقى كبير ازاي؟ انه نظام يخالف تعرف، او مثلا يعني تقولي له يمين يقول لك شمال، او يعمل حاجات غريبه، انت يقص شعره بطريقه غريبه جدا مثلا زي البانكي مثلا او الايموز او كده، بيقص شعره بطريقه غريبه، يصبغ شعره، يصبغ وشه، ممكن يصبغ شعره يعني بطريقه غريبه جدا. المهم ان هو يعني بيحاول ان هو يجد لنفسه مكان وسط هذا المجتمع. ده المراهق الحقيقي. لو انا ما عشتش مرحلتي يعني مثلا من ضمن الحاجات في المراهقه الحقيقيه ان انا العب، ان انا انطلق، ان انا اتفسح، ان انا مثلا اركب عجل، ان انا اركب موتوسيكلات، حاجات كده بتبقى في السن ده لو ما عملتهاش هي طبعا احنا بتحس كده ان ايه التهور اللي بيعمله ده، لكن هو التهور ده هو المراهقه. المتحفظ بقى اللي هو قافل على نفسه، اللي ماشي جنب الحيط، اللي بيسمع الكلام على طول، هو ده اللي هيفضل عنده مشكله. والمشكله دي هيبدا احنا قلقنا كل الستات دلوقتي اللي في البيوت، اي واحده دلوقتي سن جوزها اقل من الأربعين سنه وحسام ملتزم حبتين تبدا تخاف صح ولا لا ايه؟ لا يعني في مرحله لازم ان انا اظهر ما بداخلي.
يعني بظهر ما بداخلي حتى لو كان اللي ما بداخلي ده مختلف شوية عن المجتمع. لأن المراهقة دي بتضيف للمجتمع، بتضيف للمجتمع أفكار جديدة، لأن أنا بتمرد على الوضع القائم ممكن أنا أجد طريق جديد. يعني هقول لك مثلا لما حصل مشكلة في باريس في فرنسا لما كان شارل ديغول موجود والشباب صار عليه سنة 67، الشباب لما صار عليه شال ديغول، وديغول ده اللي انتصر في الحرب مش كده؟ طب ده الشباب تقص ان هم بيفكروا خارج الصندوق. أيوة يعني ايوه، وبالتالي بيضيفوا افكار جديده للمجتمع. احنا نفسنا الحكومه بتاعتنا على فكره يصيبها مراهقه متاخره عشان يفكروا لنا بره الصندوق شويه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد غانم استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا ليك. ولسه مكملين مع حضراتكم، هنروح نشوف تقرير حلو قوي عن الرسم على الخشب وطرق جديدة يعني ما شفناهاش قبل كده في تقرير مميز هتتابعوه، ومن ثم هيكون لينا فقرة خاصة عن طاقة المكان، تابعونا. اسمي ولاء عطية الشاذلي، خريج كليه تجاره. انا من زمان وانا بحب ارسم، بس موضوع ان انا اشتغلت ودرست فده وقف موضوع الرسم والموهبه، بس انا بحب الخامه بتاعه الخشب جدا، وحبيت ان انا اطور موضوع ان انا ارسم بشكل مش تقليدي، لازم ارسم على حاجه تكون حاجه مش جديده، حاجه مبهره. ففكرت في موضوع الخشب وقعدت ادور على خامه تكون مناسبه للحرق، فجربت حاجات كتيرة، جربت أرو، جربت العزيزي. فأكتر حاجة يعني لقيت مع الخشب، مع حرق على الخشب، الخشب الزان. فابتديت إن أنا أطلع شكل معين أقدر أرسم عليه زي الطبق زي الفازة بس. ففضلت أرفع مقاسات بقى وأشوف إيه حجم الطبق المناسب اللي أخده كده، يعني لحد ما وصلت الحمد لله للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. من 2005 أو 2004 برسم على خشب عادي جدا، خشب لوح ابلكاش، وبقعد ارسم عليه. اتدربت عليه هو ده بصراحه، وعلى مكوه لحامه عاديه جدا على حسب الزخرفه او الرسم اللي انا هعمله. يعني مثلا في حاجه ممكن تاخد مني اسبوعين، في حاجات تانية ممكن تاخد مني شهر ونص، لان بتبقى دقيقه جدا، وكل ما الحاجه بقت دقيقه جدا بقت احلى وبتاخد وقت اطول عشان تطلع بشكل يعني بروفيشنال شويه. انا اول ما بدات اعرض في معرض عادي، بعد كده ابتديت بقى من فيسبوك اعمل موقع ليه او صفحه ليه على الفيسبوك عشان اعرف انشر الحاجه اللي انا بعملها دي. في ناس بتشتري بس مش كل الفئات طبعا، في ناس بتقدر يعني لان الماتيريال غالي، وطبعا القطع الفنيه بتبقى غاليه جدا في الحاجه ديت، فانا مش كل الناس بتفهم. شغل الرسم على الخشب ليه جمهور بس هو لسه مش كبير، لان لسه الناس مش عارفاه قوي، وكل الناس عارفة الخشب صندوق خشب حاجات أركت، لسه الناس مش عارفة لسه موضوع الحرق على الخشب قوي، مش عارفة انه ممكن يطلع في حاجة أنتيك ممكن تحط في البيت. أنا في شغلي نفسي أوصل إن الناس تعرف الشغل دوت ويجيبها، وفئات كتيرة بقى تعرفه، مش فئة معينة، مش بخاطب فئة معينة، لا الناس كلها تعرفه. ونفسي الشغل ده كمان يطلع بره، الناس تعرف إن فيه في البلد هنا حاجات يعني زي بره وأحلى. بما ان احنا بنتكلم على النفسية، يعني ازاي نقدر نعدل من ونصلح ونخلي كده مزاجنا حلو ورايق، فمشرفانا النهاردة دكتورة سعيد، دكتورة في تاريخ الفونغ شوي وتاريخ الحضارات القديمة، صح كده؟ طيب انا كنت بسالك يعني وصلتي للدكتوراه وقلتي لي فيها دكتوراه. يعني لان في كتير مننا مش يعني ما عندهمش او ما عندناش بشكل عام يعني فكره تفصيليه عن هذا العلم. فبما انك دكتوره فيه اشرحي لنا كده يعني هذا العلم قائم على ايه خصوصا. هو علم قديم من الحضارات القديمه واللي كانت موجوده فيها في الصين في عصور قديمه جدا، من اول فوشي الاسطوره فوشي في الحضارات الصينيه
تاني حاجة في حضارات اللي هي الامبراطور مينج وحضارة سينج، الحاجات دي كلها في الفونغ شوي القديم جدا كان في تطور قوي جدا للفونغ شوي. كان بيتم عمل مشاريع عملاقة زي سور الصين العظيم، زي بعض الأبنية، زي الأضرحة، زي المعابد، زي ما احنا عندنا في مصر طبعا الاتجاهات المعروفة الجغرافية والشمس وازاي تجيلك الشمس من نواحي معينة عشان تتم نوع من القوة في هذا البنيان أو في هذا المعمار، وبيتم أنه بياخد أعلى الطاقات وأحلى الطاقات المتوازنة. فهو ده ببساطة الفونغ شوي. يعني هو علم مش علم صيني بقى، لأن احنا كده ممكن نقول أن الفراعنة برضو ما أكيد الفراعنة في تأسيسهم للأهرامات وفي الحاجات دي يعني والمقابر وكده كان حتى الحضارة الهندية حتى الحضارة الهندية فيها فونغ شوي بيسموه فاستو وهو نفسه الفونغ شوي. فالحضارات القديمة كانت قايمة على هذه العلوم اللي هي الفونغ شوي أو طاقة المكان، أو إزاي يكون عندك انرجي فلو أو مسارات طاقة غير مرئية عن طريق اختيار المواقع الأبنية، الأشكال بتاعتها، التعامد بتاع الشمس، حاجات كتير قوي في التولز بتاعتها. فإحنا لما بنتكلم على الفونغ شوي بنتكلم على الانرجي أو الطاقات الجميلة اللي موجودة في البيت، الطاقات اللي انت ما بتشوفيهاش بالعين المجردة اللي هي بتساعد في الازدهار والتقدم وإزاي يكون عندك بركة في المكان. فمسارات البركة هي الفونغ شوي. عايزين حبة بركة. عايزين حبة بركة كتير بركة في المكان. طيب طب إحنا كده بقى محتاجين نفهم البيوت بتاعتنا لأن اختلفت كتير زمان عن يعني الأسقف العالية اختلفت كتير زمان عن دلوقتي. أكيد. حتى شكل العمارات الموجودة دلوقتي يعني بقينا نحاول مؤخرا ان يبقى فيها لمسه جماليه. كانت بقت بلوكات خلاص في الشوارع، انت بتمشي في الشوارع بتلاقي بلوكات اسمنتيه في كل مكان دلوقتي. صح. علم طاقه المكان ازاي بيتعامل مع مع عصرنا ده، مع التجديد السيء اللي جميل احنا قوي يا دينا. احنا عندنا طاقه المكان، سواء المكان اللي هو اربع حوائط وهو البيت او طاقه المدن، طاقة المدينة، طاقة الدولة، طاقة الحاجات دي كلها. زي ما بتكلم على طاقة المكان مثلا في لندن، لو قلنا مثلا انجلترا، انجلترا تحسي طاقة المكان فيها ايه؟ كلها الأبنية هرمية، الشكل الهرمي تمام بيدل على القوة والسيطرة. وعندك بتقوي الشكل الهرمي الوجود الغابات والخضار الكتير جدا الخشبي، فطاقة ده مع ده بتخلي الإنسان في هذه البيئة عنده نوع من العنجهية، جبروت الانجليزي بقى. فتحسيهم انهم عندهم باور، عندهم قوه، عندهم نوع من العنجهيه القويه. لما بنيجي في دول ساحليه بتلاقيهم اكثر مرونه لتواجد طاقه الميه، البحار قدامه او البحر او السواحل، بتحسي ان هو سكان السواحل الانرجي بتاعتهم مختلفه، طاقتهم مختلفه، تحسيه عندهم مرونه، هادين، فرحانين، مبسوطين اكثر من طاقه المدن الداخليه. لو جينا مثلا في الطاقه في مصر، يعني الطاقة في مصر بتحسيها الطبيعة فيها أسمنت كتير، فيها حجر كتير، صحراوي كتير، ما فيهاش خشب، ما فيهاش حدائق، ما فيهاش زي زمان كان بتلاقي النوافير في كل مكان، وبتلاقي مثلا حديقة الأسماك وحديقة الأرمان وحديقة كده في كل مكان فيه حدائق وزرع. دلوقتي الزرع قل خف، فالطبيعة الأرضية المسيطرة عليها الطبيعة في مصر بتخلي نوع في مشكلة جامدة جدا، ما بتبقاش في بتبقى في مشكلة جامدة خاصة بالرأي والرأي الآخر. دايما كله على آخر نفس، يعني عارفة العصبية شوية، إن هو ما بيبقاش عنده احترام الآخر، أو دايما بيبقى شايف نفسه أكتر إن هو الصح. فدي العصبية بمعنى أصح، فدي بتولد نوع من التحجر في الرأي. طب ما خلينا نعالج ده داخل بيوتنا بقى. يعني عايزين نعالج يعني الطبيعة الأسمنتية المتحجرة في مصر داخل بيوتنا علشان البيت يكون مكان طاقته المكانية مظبوطة، لازم نراعي فيها ايه داخل بيوتنا؟ نراعي ان احنا نرجع للقديم، نرجع اهالينا زمان كانوا مبسوطين وكان عندهم بركة وعندهم ازدهار والدنيا خير لانهم كانوا ماشيين على الأصول، الأصول الفطرية القديمة التي توارثت من آلاف السنين. الحدائق بتلاقي عندهم البلكونات فيها زرع، دلوقتي احنا البلكونات كلها ايه؟ كراكيب وترابيزات مكسرة والحاجات اللي انت مش محتاجاها رميها في البلكون. فمش حاطة الزرع، مش مدية الطبيعة تكون موجودة في البيت. موضوع الكراكيب ده موضوع كبير جدا جدا في مصر، حتى انا بقول للناس كلها يعني قللوا من موضوع الكراكيب في البلكونات وتحت السرير والكلام ده كله، وافتحوا مسارات الطاقة التي لا ترى
بالعين المجرده. ليه؟ لان مسارات الطاقه لما تكون مقفوله بتقفل عليك الدنيا. ايه هي مسارات الطاقه؟ اللي هي يكون عندك مكان مفتوح يعني تتغلغل فيه الطاقات. افتكري كده الاجداد زمان كانوا بيقول لك الحركه بركه. فحركي الاثاث، حركي الشيء، حركي الحاجات. دايما راعي تواجد ان هي الاسره تكون عاليه، ما تكونش واطيه، ما تكونش لازقه على الارض، يكون في تهويه، في مسارات متحركه من الجوانب. ليه؟ عشان تضمني نوم عميق، ولما تنامي بعمق تصحي تلاقي نفسك يعني فريش فريش، وتجذبي كل الشيء الجيد. دايما احنا بنقول في الطاقات عموما ان الشبيه يجذب الشبيه. لو انت سعيده تجذبي السعاده، لو انت متضايقه ومش نايمه كويس تجذبي كل ما هو سيء. فمسارات الطاقه زي ما احنا بنقول كده بقى يعني بالبلدي شويه، يعني يا فتحي عليه مع الصبح كده بالظبط. يعني ليا يعني خبطات الراس كلها بتيجي ورا بعض. يعني انا بقول للناس ايه، عايز يبقى عندك فلوس، تمام؟ عايز يبقى عندك فلوس، قلل الكراكيب اللي عندك. الكراكيب ايه علاقتها الفلوس بقى بالكراكيب جوه البيت؟ الفلوس والكراكيب علاقه جامده جدا مع بعض. ان انت كل ما بتزيد كراكيبك والحاجات اللي انت ما تستعملهاش، تمام، استغنى عنها عشان يجي لك حاجه جديده. فشيل الحاجات الكتير، مش اساس البيت. ها لا لا مش اساس البيت، الكراكيب الحاجات اللي انت يعني لو في اساس كتير في البيت، النيش والمش عارفه الحاجات دي ممكن توقف إيه الرزق كل ما يكون. طبعا، لان انت بتسدي، بتعملي بلوك، بتسدي حاجات كتير، مسارات غير مرئيه في المكان. عامله المسارات دي عامله زي ايه؟ زي اشعه الليزر متغلغله متواجده في المكان. عمرك شفتي بيوت الاثرياء، تمام، والاغنياء بتلاقي عندهم كراكيب كتير؟ استحال. مفتوحه، مسارات متحركه. ليه؟ في تجديد، في تغيير، في حاجات قادمه. فبالتالي احنا بنكركب حياتنا على الفاضي. الحاجه اللي انا مش محتاجها اهادي بيها حد، تهادوا تحابوا، هادي بيها حد وهيطلع لك حاجات احسن، ربنا بيبعت لك الاحلى. فبالتالي ما تكركبش حياتك. تاني حاجه ان انت دي ليها علاقه ب يعني بان ربنا هيبعت الاحسن، يعني لما طبعاً تهادى طبعاً يعني تهادوا تحبوا، ولا ليها علاقه بطاقه المكان؟ طاقه يعني المكان ليها علاقه، لان انت بتفتحي مسارات الطاقه، بتعملي من الحركه بركه. زي ما احنا بنقول اجدادنا كانوا بيقول لك حرك الحاجه، حرك الاشياء. مثلا لما تحسي ان انت مش مرتاحه في بيتك، او في حاجه مش مريحاكي، مخنوقه، متضايقه، ابتدي غيري الاثاث. حطي الصالون مكان السفرة والسفرة مكان الصالون والأنتريه، غيري سريرك. يعني مش تغيري تشتري سرير جديد، ولكن تحركيه من مكانه وحطيه في مكان آخر. وسجلي كده، هاتي ورقة وقلم وسجلي، شوفي الأحداث اللي بتجيلك حلوة ولا لا، يبقى مسارات الطاقة مفتوح. يعني أفتكر جدتي زمان كانت الحاجات اللي بتقعد بالسنين ما بتتحركش، تيجي تجيب عصاية كده طويلة وتحرك مسارات الطاقة بطريقة معينة. هي كانتش فاهمة أنها مسارات الطاقة، ولكن هي بتحرك أي مجال. يعني تيجي تقولك إيه، ألا يكون في عين لازقة في البيت هنا، الناحية دي هي اللي مسببة النكد، خليني أحركها أو أمشيها أو أطردها. وتفتح الشبابيك والبلكونات وتهوي البيت. الحاجات دي كلها من الحضارات القديمة الجميلة اللي لازم نحافظ عليها، اللي هو خدناها من ألفات السنين ولحد ما وصلت عندنا. موضوع المسح بمية وملح، يعني الفكرة بس عشان برضو تبقى واضحة، هل هي علاقة بحضارات قديمة طبعا، بعلوم قديمة طبعاً، ولا علاقة يعني روحية أكتر دينية؟ يعني لا، هي كله منظومة واحدة. إحنا حضارات قديمة، تمام، بتجيلك منها بعض الأقاويل والممارسات اللي لحد ما وصلت عندك. تمام، زي مثلا المثل اللي كان بيقول لك ايه، اللي يجي لك من الغرب ما يسرش القلب. ده مثل عن ايه؟ في الحضارات القديمه الدفن كله كان بيتم فين؟ في الغرب. عندك وادي الملكات في البر الغربي، كان كل المدافن وكل الحاجات دي كلها في كل الحضارات سواء الهنديه او الصينيه او الفرعونيه بيدفنوا في الغرب. والشرق بيخلوها الحاجه الحلوه. فالجهات الشرقيه في البيت، الجهات اللي بتخش لك منها الشمس اجمل جهات واحلى حاجه علشان تدخل طاقات جديده متجدده. مش جهات الغرب. مزنقش البيت باساس كتير، مزنقش البيت باساس كتير. ما يكونش عندي حاجات كتير انا مش محتاجاها تحت السرير وفوق الدولاب وهنا وهنا، وتقعد ما عندي من السنه للسنه قافله حياتي، مسكره عليا الجديد القادم. تمام. فدايما انا عندي صفحه في الفيسبوك بقول لهم فيها ايه، تخلص من القديم ياتيك الجديد. يعني في صفحه طاقه بيتك مع سعيد بقول لهم تخلصوا من القديم عشان يجي لك الجديد. كل ما تخلص من حاجه قديمه يجي لك، ربنا يبعت لك الفلوس اللي تجيب بيها الجديد. ما تبقاش انت معرقل حياتك باللابتوب القديم اللي مرمي في البلكونه، ولا الكرسي المكسور اللي عايز يتصلح وعمره ما بيتصلح، فانت مش هيجي لك جديد. دي حاجه. حاجه ثالثه برده مهمه قوي، ان الناس اللي بتصرف الميه،
هدر المية، هدر الماء من هدر المال. كل ما بتهدري مية إزاي؟ عن طريق السباكة اللي بايظة، عن طريق التنقيط من الحنفيات، محتاجة بس جلدة بعشرة جنيه تمام؟ ولا دلوقتي يمكن بخمستاشر جنيه؟ الجلدة دي مهمة جدا، إن أنت هتبطلي المية، هتوقفي المية اللي بتنزل على الفاضي. لأن إحنا لما يكون عندنا مشاكل في السباكة تعرفي على طول إن أنت عندك مبلغ جامد كده ما كانش في الحسبان هتدفعيه لحاجة، فأنت بتزيدي الإنفاق. مشاكل كتير بتحصل في طاقة المكان. المورثات القديمة بتاعت الأجداد الجميلة، بتاعت المرايات اللي هي بتبقى يقول لك إيه، معرفش أنام أبدا في أوضة فيها كلها مرايات، ما ينفعش. المراية غير متوازنة إن هي تتحط في البيت، في اوضه النوم عموما، اوضه النوم اصلا تيجي لك مثلا اوضه. طب ليه تعمل ايه المرايه في اوضه النوم؟ المرايه كان زمان يحط لك المرايه استراحه ليها درفتين مقفوله، تخلصي مكياجك او تتسرحي تقفلها هي جدتك ببابين كده. ليه؟ لان هي غير مناسبه، لان طاقتها طاقه حركيه عاليه قوي وبتدي انعكاس قوي جدا اثناء النوم واثناء الحركه واثناء الصبح كمان. فوقت الليل لازم يكون في سكون، فلازم اغطي المرايات، اقفل المرايات. حاجه تانية اجدادنا من الاقاويل بتاعتهم الحلوه، انك بيقول لك ايه، عايزه تبقي حلوه وزي القمر، ها تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ معرفش. اقول لك انا بقى، اقول لك السر بقى، لا تقولي لي مكياج ولا تقولي مش عارفه كريمات ايه وحاجات كده. بصي لنفسك في المرايه وانت مبسوطه. اوعي تبصي في المرايه وتقولي ايه، الله ده انا عندي حبه هنا، ده انا عندي مش عارفه ايه هنا، ده يا خبر ابيض انا وشي تعبان قوي. انا اوعي تعملي كده. بصي لنفسك وانت مبسوطه، تبصي لنفسك وانت وشك حلو وفرحانه من نفسك، عشان يجيلك الزياده تمام، تحسي بطاقه عاليه. طيب فتحلوي. انا في سؤال بقى عشان المقبلات على الزواج وهم بيأسسوا البيت، ايه الالوان المفضله اللي يعني تبقى افضل شيء، افضل الالوان عشان نستخدمها تعلي من طاقه المكان، يبقى البيت فيه بركه، يبقى فيه راحه نفسيه، ايه الالوان؟ اهم الالوان الالوان الساده الفاتحه تمام. دايما البيس بتاع البيت حلو قوي، ان انا اختار اللون البيج زي الاوروبا. كل الاوروبيين، تروحي البيوت في اوروبا، في امريكا، في المانيا، في فرنسا، معظم البيوت 90% منها يا اما اللون الابيض يا اما اللون البيج، وغالبا البيج. ليه؟ البيج احنا عندنا في البيج في العناصر الكونيه يعتبر لون الارض، الرمل، لون التوازن والاستقرار، في قوه كده وفي تحمل، توازن واستقرار. فبتحطي اللون البيج جميل كبيز للبيت كله، وانت عندك طابلوهات وعندك لوحات وعندك ستاير ملونه وعندك انتري ملون، فالدنيا ما تبقاش سلطه، تبقى انا عندي لون هادي ومحدد للبيت كله. الانتريهات الفاتحه الجميله بتدي نوع من الحركه والانرجي الحلو القوي في المكان. ما جيش بقى ابتدي اعمل حيطه حمراء، حيطه خضراء، وحيطه صفراء تحديدا، يبقى غامق عشان هو الاكثر استهلاكا، هو هكذا يعني. ما انا ما جيش على الحيطه اعملها غامقه، يعني كل ما اعمل حيطه كلها حيطان البيت لون بيج، على الانتري نفسه. ما دي اكبر مشكله بقى بنقع فيها احنا كمصريين، بنقع فيها، بنجيب الكآبة لحياتنا بالمشوار. يعني احنا بنجري ورا الكآبة. فبنجري وراها بايه؟ بالالوان الغامقه. النبيتي كتير بيحطوه علشان الولاد ما يوسخوش، يحط لك مثلا الاخضر الغامق قوي، يحط لك الالوان البني الغامق قوي. ليه؟ ليه تفضل طول عمرك عايش على لون مسيطر غامق في حياتك؟ افرح. يعني احنا لما نروح اوروبا بنشوف الناس لابسه ملون وورود وزرع وورد وحاجات حلوه جدا. ليه احنا ما ندخلش الفرح في حياتنا عن طريق الالوان الجميله والورود الحلوه والكنب اللي لونه حلو؟ حتى لو استخدمت ست البيت، لو عندها الانتريه نبيتي مثلا، واللون الاحمر على فكره من اعلى الالوان تردد، لون تردده عالي، فبالتالي بيعمل في النفسيه بتبقى مش لطيفه قوي ان انا يكون عندي احمر كتير في البيت. بيخلي الانسان مقبض، مش مرتاح، حزين. يعني البيج، ايه الوان كمان؟ البيج عندك الالوان الفاتحه زي اللبني الفاتح، زي الاخضر الفاتح، الالوان البينكي، الروز الحلوه الجميله، لو قلنا الكنب والستاير زي بعض، نحط الحاجات المشجره الجميله اللي هي البيج بتاعها فاتح، هتدي نوع من الانطلاقه والحيويه. بعكس البيوت الكلاسيك، الكلاسيك بتميل للغامق، فبتدي لاهل البيت الخمول، بتخلي مثلا الناس اللي عايشين في الديكور بنسميه الديكور الكلاسيكي المتحفظ. احنا بنسميه في العلم بتاعنا ده الديكور الين، ين يعني غامق. فالين الغامق ده بيعمل ايه في اهل البيت؟ تلاقي اهل البيت بيجيلهم فرص كتير في حياتهم تمام، والفرص الكتير دي ما بيستخدموهاش. يقول لك ايه يا عم، انزل عندنا مشوار، عندنا شغل. يقول لك طب معلش، طب خليها بكره، طب بعده. بتديه نوع البيت نفسه طاقته بتخليه خامل كسول،
فبتروح عليه فرص حياتية كتير. فإحنا عايزين البيت يكون ما بين الين وما بين اليانج، يبقى مثلا لو قطعة ديكور كلاسيك يبقى عندي مودرن حواليها دي تديني نشاط وحركة وحيوية إن أنا أتحرك. البيت مختلف عن أوضة النوم؟ آه طبعا. أوضة النوم الألوان بتاعتها إيه؟ للنوم سريعة. يعني بقول للناس أرجوكم أوضة النوم للنوم، يعني مش عايزينها تبقى أوضة أكل وأوضة تلفزيون وأوضة مذاكرة وأوضة كل الحاجات الكتير دي، لا. إحنا بنقعد في أوضة النوم دي أطول فترة عشان بننام 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات بس ما بننامش. الممارسات القوية لغرفة النوم يا دينا أهم حاجة، والناس بتسمعني دلوقتي لازم تحركي مسارات الطاقة. قبل ما تحطي جسمك على السرير عشان تنامي حركي لي إيدك كده 3 مرات على المكان كده، تمام؟ حطي جسمك ونامي وارتاحي، حلو؟ وقبل ما تنامي مش عايزاكي بقى تفرجي على فيلم رعب، ولا عايزاكي تسمعي أغاني حزينة، ولا تشوفي على الفيسبوك كده شوية حاجات مش كويسة. دايما شوفي حاجة حلوة. ليه؟ علشان تعرفي تنامي بعمق ومفيش كوابيس، ويبقى اللاوعي بتاعك شغال بجذب الشيء الوحش، لان احنا بنقول دايما ايه، الشيء الحلو يجذب الحلو والشيء السيء يجذب الشيء السيء. يعني انا بسمع الناس كتير قوي بتجذب كل ما هو قبيح وسيء لحياتها حتى عن طريق الاغاني. عارفه الغناء بتاع الهجر والخصام وسابني وهجرني وعملني، ده ما بيحلاش غير بالليل. ما غلط غلط، انت تجذبي دايما ليكي الشخص السيء اللي هيهجرك اللي هيزعلك، ولكن اتفرجي بقى على الاغاني الحلوه اللي هي فيها كلها تفاؤل وراحه وسعاده. بلاش الحوادث اللي احنا نتفرج عليها كل شويه، الحاجات المذريه. يعني في بعض التواصل، قنوات التواصل الاجتماعي يجيب لك معرفش مين مات وصورته وهو ميت، ليه الكلام الفارغ ده؟ ما تبصيش على الشيء الوحش. ايه ما تتفرجيش على اخبار اصلا قبل ما تنامي، احنا عايزين نقول كده. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سعيد. انا عايزه بس اقول حاجه بس للجمهور بتاعنا. اتفضل. ان دلوقتي انا نزلت اول كتاب في مصر والوطن العربي، اسرار طاقه بيتك لسعيد. ده كتاب متخصص خالص عن كل الحاجات، الاسرار جدتي وجدتك في الفونغ شوي. هو كتاب مصور وجميل وفيه صور كل حاجه عن الحمام وكل حاجه على المطبخ، عشان تبقى عندك فلوس، تبقى مزدهر، تقدر تسافر، تعمل حاجات كتير. انا بشكرك وطبعا ببارك لك على اول كتاب عن الفونغ شوي. اشكرك. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سعيد، ولسه مكملين معاكم في هي بعد الفاصل ليلى مع فقره مميزه جدا بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. مساء الخير والجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. النهاردة ضيفتي جميلة جدا، مصممة القبعات ريم حمدي، اللي بجد انا انبهرت بيها جدا وبشغلها الجميل. طبعا برحب بيها. اهلا. ازيك يا ريم؟ ازيك يا ريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. قليل جدا مثلا لما نشوف بنت كده زيك اموره تطلع منها الحاجات دي كلها. هبتدي معاكي منين بقى؟ مش عارفه يعني كل حاجاتك حلو. اول حاجه عايزه ابتديها معاكي، انت ازاي جاتك الفكره انك تعملي القبعات؟ بصي، هي الفكره جات لي، انا اساسا بعمل كراونز بقالي يعني 5 سنين بعمل جولري عامه، وبعدين بعمل كراونز، وبعدين كنت بعمل هيد بيسز للمحجبات عباره عن فابريك ليس على الشعر وكده. فستايلست مسلسل جراند اوتيل كلمتني قالت لي ان هم بيحضروا المسلسل. ما احنا عايزين بقى نتكلم عن جراند اوتيل. وقالت لي عايزين بقى ان انت تصممي لنا قبعات. فطبعا انا يعني حبيت ان انا اشارك في عمل زي ده، فقررت ان انا يعني احاول اشارك فيه وعملت قبعات يعني. بس يعني اول بدايه ليكي كانت ازاي في القبعات؟ كنت المسلسل، انا اساسا خريجه معهد العالي للسينما، فانا درست تاريخ ازياء، فانا طبعا عارفه يعني السنين بتاعه القبعات، ويعني الفتره بتاعه المسلسل كانت من الاربعينات والخمسينات طبعا. بس فطبعا ذاكرت الفتره وابتديت قلت للستايلست المسلسل تبعت لي الريفرنس بتاع الممثلين هيلبسوا ايه، عشان اعمل حاجات ماتشنج معاهم تليق على اللبس بتاعهم. بس وابتدينا نتبادل الافكار والحاجات لحد ما صممتهم، والحمد لله المسلسل اتعمل يعني. حاجه جميله. انت عارفه حاجه، مرات احنا مثلا لما نشوف مثلا، هنشوف الصور بس هرجع اسالك، طبعا الفنانه شيرين، احكي لنا بقى
دي شابو الفنانة شيرين برضو في الوقت بتاع الأربعينات والخمسينات. هي كانت يعني قاعدة في الأوتيل، يعني كان دورها إن هي قاعدة مقيمة في الأوتيل. فلو بصينا نقارن حاجتها بحاجات الممثلات التانيين اللي في المسلسل هتلاقي إن هي حاجتها تعتبر يعني قديمة أكتر، فينتج أكتر، مش عصرية زي الميكس ما بين الممثلات التانيين. ودي برضو يعني الشابو ده بيتلبس على طريقتين، زي ما أنتي شايفة الموديل لابساه بينزل عادي بتول على العين نت، وفي نفس الوقت بيتشال. ده ممكن يتلبس ابريمي دي او ممكن يتلبس سواريه او كده. ده بقى برايدل، يعني بيتلبس عرايس. ده برضه في نفس المسلسل. ده نفس المسلسل. دي ندى موسى اخت نازلي. بس كانت لابساه بقى في راس السنه، كانت الفتره بتاعتها في المسلسل الحلقه ده كانت لابساه في راس السنه، بس ده اساسا يمشي برايدل. حلو. بس وده برضه عندنا كمان. قولي لنا بقى، حتى لونه ده حلو جدا، يعني الالوان اللي بتختاريها حلو. ميرسي. انا طبعا علشان اشوف ايه، خدي بالك برضو اللون مع اللبس، يعني انا بشوف لبسها ايه وبحدد عليه ايه اللي ممكن يليق عليها. يعني لو خدتي بالك برضو من لبسها بنحط لها دايما ريش فادر كده طول الحاجات الفينتج. هنا برضو هنا شايفين كمان اللبس متناسق مع القبعة. هنا برضو يعني في لوكسري شويه اكتر في ال، يعني دي تعتبر هات بيس مش قبعه قوي. يعني فيها بروش وكده. انا بعمل كل القبعات دي البروش بيتشال وبيتحط، بحيث ان انت لو عايزه تلبسيها سيمبل او لو عايزه تلبسيها في مناسبه تقدري تشيليه وتحطيه. يعني بجد لا احنا هنشتغل مع بعض كتير كده. يعني تعملي واحد الحاجه يقدر يستعملها كذا حاجه. بالظبط، عشان انت لو عايزه تلبسيها بكذا طريقه على كذا حاجه. وعامه ان الاكسسوارز دي كمان بتاعت القبعات بتتعمل لوحدها، يعني ممكن اعمل لك ورد او بروش او ريش. قطع زي البروش بتتركب في اي، يعني انت جايبه قبعه مثلا ساده وعايزه كل شويه تغيريها يعني. طيب عندي هنا بقى دي عجبتني، انا في الاول كنت جربيها. دي جميله جدا. قولي لي دي بتاخد معاكي وقت قد ايه الحاجات دي لما تعمليها؟ بصي هي دي تياره، ده كله هاند ميد واير ورك، شغل سلك وبالبيرلز وفي فراشات كده معموله 3D. ده هو ده جولد بليتد في بلاتين، يعني مطلي ذهب وفي بلاتين. بتاخد وقت يعني على حسب. بصي اصل انا بحب شغلي، فانا بشتغل بالحاله النفسيه يعني. يعني ممكن اخلص كراون في يوم، ممكن اخلصه في اسبوع. حسب كمان الاوردر يعني، بس اقل حاجه لو اوردر يعني لبرايدل او كده اقل حاجه اسبوع يعني. طب دي معاكي قعدت قد ايه وقت؟ لا ده 3 ايام. 3 ايام؟ اه. طب انا بفكر لو انا عايزه اعمل مثلا انا مع نفسي، فاهمه ازاي؟ انت اللي تجربي يعني؟ لا عارفه انه احاول يعني، ما انا بتعلم. يعني مش يعني طبعا مش هقدر اعملها بجمالك انت زي ما بتعمليها. لا ان شاء الله تقدري. معقول؟ طب خلاص هنجرب طبعا. ايوه. طب عندنا هنا كمان زي ما شايفين التاج الجميل ده، القبعه الجميله دي، يعني دي حلوه جدا. قولينا اللي في وشي انا. اللي فيه ورده. الجولد. اوكي. ده هو ده كنت عاملاه الديفيلي، كان عرض ازياء، بس كان السيم الفكره بتاعه الديفيلي نفسه كانت ايام عصر الباروك. فمفروض ان هو للكوين ايام عصر الباروك. ده كله هو جولد بليتد، كله هاند ميد، وكله فيه بيرلز وفي روبي. يعني انا بدخل برضو الاحجار الكريمه في شغلي يعني، وده في نفس الوقت ينفع مع حاجات يعني ملكات جمال مثلا، عروض ازياء، عرايس، الحاجه اللي فيها رويالتي او لوكسري يعني. وفي هناك كمان انا شايفه الوان، عارفه من كتر الالوان مش عارفه اشوفها كويس. دي حلوه قوي. بصي التاج ده برضو كان في لو بعدين ده ماشي مع لبسك. اتفضلي. لا ده ماشي معاكي انت. ميرسي حبيبتي. بصي هي ميزه التاج ده ان هو يعني بيتلبس فوق هنا. أيوة. في النص. تمام. طب ما تخليكي بيه. في النص، وانت ممكن يعني تبقي لامه شعرك كله. انت فاهمه قصدي؟ ده برضو في فتره الباروك، وعملته برضو جولد بليتد، وحطيت عملت ميكس بقى، دخلت الورد فيه كله والبيرلز وكده. فده برضو ينفع زي ما بقولك حاجات عرايس او حاجات موديلنج. لا بس هو جميل والوانه ازاي انت مشتغلاها بصراحه حلوه جدا، يعني حتى التركيبه بتاعته ازاي حلو. ميرسي. اتفضلي. طيب عندنا هنا كمان القبعه اللي عليها ورد. القبعه دي هي خوص.
تمام. وبعد كده اشتغلت عليها ورد وكله ألوان روز ووايت وكده، وعليها تول. فالتول نفسه ممكن ينزل على عينيكي زي النت وممكن يترفع فوق ويبقى عادي. وميزتها برضو ان هي ممكن تتقلب برايدل، يعني ممكن اي عروسة. انا بعمل برضو هيد بيسز للمحجبات، فلو مثلا عروسة محجبة دلوقتي بعد ما شافوا موضة القبعات فكتير منهم قالوا لي طب احنا ممكن يعني نلبس قبعات احسن، فبتغنيها على ان هي تلبس طرحه. وفي منهم بعمل لها قبعات صغيره وبتبقى اوريدي لما شعرها يعني تحت القبعه وبتلبس عادي طرحتها. فدي ميزتها ان هي تمشي صبح ليل حسب التول ممكن يتعمل فيها ايه. برايدل عشان فيها فلاورز تتقلب كذا حاجه يعني. يعني هي تقدر حتى لو في حد عنده فيونساي بتقدر تمشي معاها. بالظبط طبعا. هي انا شايفاها في الفيونساي اكتر حاجه. في عندنا كمان القبعه النوار. دي هي شتوي اكتر. هما الاثنين دول شتوي اكتر حاجه. علشان دي شموا وفيها باكوك فازر، فريش طاووس يعني اوريدي هو على حاجه غامقه فهو شتوي جدا. ده برضو الفتره دي الفتره بتاعت الفيفتيز برضو يعني. دي تعتبر نفس فتره المسلسل بتاع جراند اوتيل. فدي برضو ميزتها ان هي تمشي كمان على كذا سن، يعني سن كبير او سن صغير. وفي نفس الوقت تقدري يعني تنزلي بيها عادي ابريمي دي، او ممكن تنزلي بيها عندك دينر عندك حاجه. البلاك كذلك، بس البلاك فورمال شويه. يعني تقدري تلبسيها في مناسبات الصبح، اجتماعات، حاجات يعني. هي فورمال اكتر، ما فيهاش ال يعني الفينتج او الدلع بتاع ان انت عامله حاجه تحضري بيها مناسبه يعني. ترجعتينا الايام زمان الجميله. عارفه ازاي؟ والله العظيم ده انا بشوف الحاجات حاسه نفسي عارفه انت اللي جميله. طب ايه اكتر تعليق جالك جميل في المسلسل؟ ان انا يعني رجعت حاجات قديمه، وان انا يعني بصراحه يعني انا اتفاجئت ان بعد المسلسل لقيت كذا مجله في كذا مقال كتبوا عني ان انا رجعت موضه ما كانتش موجوده. فده طبعا بسطني يعني ان انا، وفي نفس الوقت ان انا رجعتها يعني هم كتبوا ان انا رجعتها بطريقه ان هي ما تفصلش بين العصور يعني. انا عملت ميكس ما بين ان هي حاجه قديمه وفي نفس الوقت تلبسيها بطريقه عصريه. جميل. فانا انبسطت عشان ده فعلا اللي انا كنت بعمله يعني. انا فعلا كنت بحاول اقرب ان انت مش اكنك طلعتي حاجه قديمه ولبستيها، لا اكني حاجه انت تقدري تلبسيها دلوقتي يعني. حلو ان الواحد يرجع الاليجنسي بتاع زمان والحاجات القديمه جميله. عارفه انا بس اخلص هعمل ايه؟ هطلع لمامتك ابوسها انها جابتك. اتفضليها حبيبتي. طيب احنا دلوقتي هنشوف مع بعض صور وتشرحيها لنا. يعني عارفه ما تضيعيش تفاصيل صورة الممله ابدا. اهم حاجه التفاصيل. طيب نشوف مع بعض. ماشي اوكي. ده شابو برايدل زي ما قلت لك، ده للعرايس سواء محجبات او مش محجبات. ده معمول من نفس الماتيريال بتاعت الفساتين، ده فرنش تافتان وعليه كله خرز وزيركونز، كله معمول شغل هاند ميد يدوي متخيط عليه. جميل. دي بصراحة هي حلوة. ودي عندنا دي كمان حلوة قوي يعني. مختلفة خالص. ما هي دي بقى زي ما قلتلك دي فيها لوكجري بقى يعني. هنا بقى العروسة قالت لي ايه، انا فرحي الصبح وعاملة الستايل بتاعه كله حاجات فينتج ورويل في نفس الوقت. فزودنا الريش شوية، بس طبعا يعني لو حد تاني عايزها وعايز يلبسها مش بكل كمية الريش ده ممكن عادي نقللها، ان احنا كل شغلنا هاند ميد فنقدر نتحكم فيه وممكن من غير الريش خالص. فاهمة قصدي؟ لا هي في كل الاحوال هم حلوين بصراحه يعني. الحاجات اللي بتعملي طبعا العرايس عليكي قد كده دلوقتي هتلاقيهم خلاص يعني هيرجعوا وكلهم عايزين ريم بقى. يا ريم فينك وريم يعني مش عارفه اقول لك ايه يا ريم. ده انا اول واحده انا هاخد دي يا ريم. يا سلام. ايه وانت بقى؟ انا نويت وخلصت. طيب معانا صورة تانية نشوفها. اوكي. دي من الشابوهات الالترا مودرن بقى يعني مش بقى فترة زمان خالص. دي الحاجات اللي الناس اللي بتحب تعمل هير ستايل تسريح تسريحات شعر مجنونة شوية. بتتلبس هي وان سايد على جنب وبتتلبس بكذا طريقة يعني. ممكن تلبس وانت لما شعرك وانت سايباه زي التسريحة مثلا هي عاملاها. وفي نفس الوقت دي ممكن تتلبس بالليل يعني. دي ممكن تلبس على فستان سواري عادي. ده معانا التاج ده برايدل. ده الله جميل. بس في نفس الوقت مش يعني ده بيطلب مني كمان مش للناس البرايدل. هو ده رومان شويه يعني، في ورق الشجر بتاع الحاجات الروماني. مطلي ذهب وكله كريستال
وكله شغل واير ورك، الشلوك الهاند ميد. لا شيك قوي بصراحه. اه وده كمان حلو. اه ده بقى كله 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 بيرلز. انا بحب استخدم البيرلز ده في الكنترول، بيقولوا لك واو واو واو. اتفضلوا في الكنترول. لا خلاص تقولي عليهم رحم يا رحيم. ايوه ده رويالتي شويه، بس هو كله بيرلز برضو، بيتلبس على اي حاجه، ده ممكن صبح وليل حسب المناسبه يعني، كله هاند ميد وكله بالبيرلز والكريستلز. لا بصراحه جميل جدا وشغلك جميل. في دي كمان ده بيلت بقى، ده حزام بتاع برايد ميدز. ده حزام ساتان وعليه زيركونز كلها متطرزه وعليها فلاورز وكده. ده ممكن برضه يبقى برايدل، بس ده انا كنت عاملاه للبرايد ميدز يعني. انا يعني مش شرط بعمل هاتس وكراونز بس، لا انا بعمل بادي جولري وكل حاجه يعني. ده انت بتتعبي يا ريم بجد. لا انا بس بحب شغلي. ف عارف الواحد يشوفك كده من بعيد ويقول الله، فما بيتخيلش ان انت بتعملي الحاجات دي كلها الجميله يعني بصراحه. انت اللي جميله يعني، بتتعبي على شغلك بجد يعني، بتطلعي حاجات جميله بجد. الحمد لله بقى الواحد بيحب شغله. ف انا هطلع بوس مامتك. ايوه طيب ناخد دي كمان. ده برضو ده بقى حاولت اعمل ميكس ما بين الحاجات الفينتج يعني، ده كله زيركونز وبيتلبس على الشعر، وفي نفس الوقت حطيت عليه تول فبقى تول هيد بيس، فقربت ما بين الحاجات القديمه لو خدتي بالك. وممكن التول دي تتشال خالص وبرده تلبسيه عادي يعني، ده يعني برده ينفع. وده كمان ده كمان كله هاند ميد وكله برده بيرلز وصدف وده برده بيتلبس زي ما قلت لك، ممكن كذا هير ستايل يعني. ده كمان ممكن يتلبس من ورا يعني، تبقي لما شعرك وتلبسيه من ورا، او عامله طفيره او عامله حاجه وممكن تلبسيه من قدام زي ما هي لابساه، فبيتلبس بكذا طريقه. عندنا ده كمان دي هاد بيس كلها كريستال وواير ورك برضو، دي بقى بتتلبس يعني هير كومب يعني، فيها زي مشت بتتلبس برضو في اي يعني على جنب، لمي شعرك ورا قدام. دي بتقدر مثلا هي اكتر حاجه يمكن عروسه او فيونساي، بس في نفس الوقت لو واحد رايح فرح يقدر يلبسها. اي حد عادي ممكن. ده جولري عادي بقى. دي اللي على الشمال ده حلق بالاكوا مارين والاميرالد وهو فضه في جولد بليتد، واللي على اليمين فوق دي مشات هير كومبس اللي فيها على شكل عيون. ده من الكولكشن الصيفي فكانت الحاجات بوهو شويه. واللي تحت ده هات بيس تتلبس حاجات البحر بقى وحاجات الصيف وكده، احنا بنات بقى بنحب البحر. ده من الكولكشن السمر بتاعي اللي فات. جميل. وهنا الله الله ما تيجي تقدمي انت لوحدك، مش يعني مش هتخسري حاجه، ما انت حاجاتك ما شاء الله عارفه تقولي كل حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. حلوه دي. دي برده شافوه زي الفكره اللي انا لسه قايلها لك، تقدري البروش بتاع الفلاورز ده يتشال كله وتبقى سيمبل وفورمال، وممكن لو تحضري بيها مناسبه ترجعيه تاني، والتول ده ممكن ينزل على العين وكل حاجه. ده يعتبر ميكس يعني الترا مودرن، مش قديم يعني. لا يا بصراحه شغلك كله جميل. انا عايزه اعرف اخذ منك وقت قد ايه القبعات لما اشتغلتيهم في المسلسل؟ خدت مني شهر. شهر بس عشان كان عدد طبعا. هما كانوا طالبين منك حاجات معينه ولا اوريدي حاجاتك يعني، ان هم يعني عارفين انت عندك ايه فهم عايزين الحاجه دي؟ لا ولا لا هم بيختاروا؟ لا بصي، هو في شغل السينما انت لازم تعملي على الحاجات المطلوبه بالظبط اللي تناسب الشخصيه، وفي نفس الوقت تناسب المناسبه وتليق مع الديكور يعني، لازم تبقي قاريه الموضوع وعارفه هم هيلبسوا ايه وهيعملوا ايه. فكانت الحاجات محدده طبعا، وكان في تعديلات يعني، ممكن مثلا وانا شغاله اللبس يتغير، فلا هنزود هنا حاجه يعني. مثلا الهات البيضه اللي انا وريتها لك اللي كانت لابساها اخت نازلي، قلت لك هي كانت لابساها في راس السنه، دي كانت في البدايه معموله لنازلي، كانت هتلبسها في فرحها، بس لما حاجات اتغيرت هي اللي لبستها. فاهمه قصدي يعني؟ السيناريو هو اللي بيغير ايه اللي ممكن يتلبس. فانا مرتبطه بالكتابه وبالسيناريو، انا اعمل لهم ايه. انت قصدك دي؟ ايوه هي دي. يعني دي كانت معموله اساسا لنازلي في فرحها، بس في الاخر هي اختها هي اللي لبستها. غالبا ان نازلي لو خدتي بالك من حاجتها رقيقه قوي وهي نايف، ودي فيها لوكسري عالي قوي تليق مع شخصيه اختها يعني، فيها الريش وفيها زيركونز وفيها بيرلز، فالحاجات دي كتير على نازلي. فاهمه قصدي؟ جميله. لا هي بصراحه نازلي جميله والحاجه جت عليها جميله جدا. قولي لي الحاجات اللي انت بتعمليها طبعا انت بتشتغليها لوحدك ولا في حد بيساعدك ويديكي افكار ولا
بصي انا هقول لك على حاجه، انا الشغل الهاند ميد انا بشتغله كله لوحدي، بس طبعا اهلي بيساعدوني وجوزي بيساعدني، كلهم بيشجعوني. انا في الهاتس كنت اول مره اخيط، طبعا في جزء كبير من الهاتس انت لازم تخيطي فيه، يعني انت بعد ما بتعملي الاستامبه نفسها بتاعت الهاتس وبتشدي القماش وبتحدثي، فلازم شغل خياطه. فانا طبعا كان جديد عليا شغل خياطه، فانا خالتي كان عندها اتيليه زمان، فانا جذور عيلتي كلهم تراكوه، يعني انا مامتي وخلاني كلهم تراكوه، فهي ساعدتني فيها. فانا بقول لخالتي ان انا ميرسي يعني ان هي ساعدتني في ده وهي خيطت فيه معايا. وبعد كده طبعا انا يعني لما تبقى في حاجه انا ما بعرفش اعملها بحب ان انا لازم افهم ازاي اتعملت، فهي ساعدتني وعلمتني ازاي اعمل. عشان كده بقى انا كملت مشوار الهات. ان ده جزء مهم جدا ان انت تخيطي جزء الفينيشنج بتاع الهات. لكن الواير والقماش والبروشز والحاجات دي كلها لا، انا اللي بعملها بنفسي. للاسف نفسي في حد يساعدني بس. خلاص انت علميني وانا هاجي اساعدك، مفيش مشكله، لاني بعدين كلهم اخدتهم بعد ما اساعدك اخدهم. هو للاسف شغل الهاند ميد بقى مش زي زمان خالص، اندثر اللي انت عارفه ده اكيد في بلدنا. حتى الماتيريالز مش بلاقي كل حاجه هنا، ومش بتلاقي حد عنده صبر ان هو يشتغل هاند ميد، فقليل قوي حتى لو جبتي حد يساعدك ان هو يفهم انت شغل الهاند ميد بيطلع من جوه قلبك يعني، فصعب ان انت تعملي ده. فالحمد لله يعني. الحمد لله. طب يعني في البدايه اول ما ابتديتي المرحله تبع تصميم القبعات، كان يعني اتعلمتي من حد ولا اخذتي كورس ولا خالص؟ انا ولا خالتك يعني، انا حاسه ما فهمت انه خالتك كمان دعمتك وساعدتك. لا ده هي ساعدتني في الخياطه، في الخياطه وانا بس؟ وانا بعمل فينيشنج. ما كنتش عارفه يعني. كنت نديتيني عادي، تعالي مش مشكله لو على الخياطه بسيطه. اهو اتفقنا. لا بصي هقول لك، انا اللي بيحب حاجه بيسعى وراها ولحد ما يشوفها تتعمل ازاي. يعني انا حتى في الجوريري ما خدتش كورس، الموضوع ابتدى ان انا من وانا صغيره وانا ما بحبش الذهب وكده، وكنت بتضايق منه خالص، فكنت بحسه حاجه بصراحه سوري في الكلمه اللي هو لا بلدي مش شيك مش عارفه ايه. فانا كنت بحب الاكسسوارز جدا. لما وصلت بقى لسن اللي هو التين ايج ده بتاع مثلا من 12 سنه لحد مثلا ما دخلت بقى معهد سينما، كنت برسم حاجات واروح لورش اقول لهم انا البسها، يعني مش فكري بيزنس خالص. فابتدى الموضوع ان الورش تقولي لا الشغل اللي انت طالباه ده هاند ميد، مش اي حد يعمله يعني، مش هم بيعملوه. فانا قلت طب يتعمل ازاي؟ قالوا لي بقى موضوع السلوك ده. فاياميها بقى كان خطيبي بقى جوزي دلوقتي خدني ونزلنا الورش في الصاغه في الحسين، عرفنا السلوك بتتجاب منين. كل ده انا بلعب عشان انا اللي البس يعني. بس قعدت اعمل لنفسي، صحابي يعمل لنا. جينا بعد الثوره كان في معرض اسمه صنع لمصر، كانوا بيشجعوا كل الديزاينرز. فاهلي اقترحوا عليا ان انا انزل حاجه زي دي، نزلت لقيت اقبال جامد جدا، رحت عامله بقى البراند. بديتي بقى انطلقتي من بالزبط. هناك يعني خلاص بالظبط. فانا في الهاتس نفس الفكره، اول ما الستايلست جراند اوتيل كلمتني قالت لي اعملي هاتس، فانا ما كنتش عملت هاتس، انا كنت عملت الهات بيسز بتاعه المحجبات بس. بس انا لقيت الفكره قريبه، اصل انت لما تعرفي تعملي وايرز وفي نفس الوقت تدخلي قماش وتطرزي، خلاص يعني مش ناقصك حاجه ان انت تقدري تعملي هاتس. بلس ان انا اساسا مهندسه ديكور سينما، فانا دارسه ازاي ارسم، ازاي اعمل ديزاين، دارسه تصميم الازياء. يعني انا دارسه تصميم الازياء، يعني مع السينما انت عشان تخشي قسم ديكور بتدرسي اساسا تصميم الازياء وتاريخ الازياء، يعني عشان تبقي في الاخر ارت دايركتور، تبقي مسؤوله عن ملابس وديكور وكل حاجه. فده طبعا دراستي ساعدتني في اللي انا بعمله. وانا طبعا لحد النهارده بجيب كتب للجولري وكتب للهاتس وللبس والديكور. انا يعني اللي بيحب حاجه بيذاكرها طبعا، بعمل سيرشز على النت كده. لكن بصراحه ما خدتش كورس، ان انا حبيت ان انا اطلع اللي جوايا، مش امشي على يعني سلك معين او نظام حد معين ان هو يمشيني على ستايل معين. حبيت اكثر فكره الموضه دي يعني. لا بصراحه انت يا ريم بجد جميله، ميرسي حبيبتي، انت اللي جميله والله، وحاجاتك جميله ورب اشوفك على طول من احسن لاحسن يا رب. حبيبتي وانت كمان من نجاح لاخر، انت بجد يعني لو الناس هنا معايا يشوفوا انت جميله احلى من الكاميرا كمان. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. وكمان تحيه لمامتك حبيبتي بجد كمان جميله جدا، بوجه لها تحيه كبيره جدا والله. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكم لبعض. واحنا للاسف انا زعلانه ان الحلقه كده خلصت. لا انا سعيده بيك يا رب، ان شاء الله اشوفك في حلقه ثانيه ان شاء الله يا ان شاء الله. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، ويا رب تكونوا استمتعتوا مع ريم حمدي بحاجاتها الجميله، وان شاء الله اشوفكم بكره مع هيا.